الكورس بتاع حضراتكم موبايل ابليكيشن. موبايل ابلكيشن حضرتك تقدر تعمل تطبيقات موبايل او برامج موبايل. طيب برامج الموبايل ليها ثلاث تراكات، احنا بنفوكس على انهي تراك هقول لك. لما تيجي تشتغل موبايل ابلكيشن في ثلاثه تراك تقدر تدخل فيهم. التراك الاولاني انك تعمل ابلكيشن زي اوبر وكريم، زي جوميا، زي سوق، زي اطلب، زي فيزيتا، وهو ده احنا بنفوكس عليه، هو ده تركيزنا هنا في الكورس، انك تعمل برامج زي كده، برامج زي اللي موجوده في السوق كده، وده اللي احنا هنخرج بيه في الاخر. انك لازم تخرج من الكورس تعرف برنامج، تعمل برنامج زي فيزيتا، تعرف تعمل برنامج زي اطلب من اي تو زد، تمام؟ وانا على كلامي ده المفروض في الاخر هقول لك الكلام احنا وصلنا له، وهنا هنعمل كده. طيب التراك الثاني، التراك الثاني انك تعمل امبيدد سيستم. امبيدد سيستم دي بقى بتاع دكتور محمود، تمام؟ عندكم في مودرن، انك تعمل ايه في تراك للموبايل ابلكيشن، ان انت تخلي الموبايل يرتبط او يعمل كونكشن مع اجهزه حواليه، اجهزه يعني زي اللي موجوده في السمارت هوم. السمارت هوم اللي هي موجوده في الكومباوندات الجديده، انك وانت قاعد في الليفنج تطفي نور الترعه من الموبايل، وانت قاعد مش عارف في الصاله تطفي مش عارف نور الحمام، دي مربوطه بالاجهزه اللي حواليك، تقدر تطفي التكييف من الموبايل. هي دي فكره الامبيدد سيستم، انك تربط الابلكيشنز بمين؟ باجهزه. كان عندنا في الجامعه حد كان طالب عامل انه يعمل ابلكيشن يشغل عربيه ويدور عربيه، يدور ويدفع عربيه، تمام؟ وكربتها بالمارش، ده اسمه امبيدد سيستم، ده شغل الهندسه اكتر. ده انت محتاج هندسه اكتر قبل ما تخش في التراك ده. اه موبايل ابلكيشن برضه، بس قبل ما تخش في الموضوع ده بتخش في حاجه اسمها دوائر الكترونيه ومش عارف لوجيك اوبريتور وزيرو وان والكلام ده كله، محتاج هندسه. تمام؟ ده جزء تراك تاني. التراك التالت للموبايل ابلكيشن تراك الالعاب. تراك الالعاب اللي هو الجيم ديفلوبر، انك تعمل لعبه على الموبايل ابلكيشن. وطبعا دي ما تخشش فيها عشان ما فيش غير ثلاثه في مصر فيها. في منهم واحد في الجامعه الالمانيه دكتور سليم، تمام؟ وفي واحد تاني دكتور احمد فاروق في جامعه ام اس اي، وفي واحد تالت عندنا في هندسه القاهره. الباقي ما في، كل اللي شغال جيم ديفلوبر ما حدش. عمرك شفت لعبه مصريه؟ مستحيل مستحيل، ولا هتلاقي على فكره، تمام؟ ايه صعوبتها؟ انها شغاله اولا على كذا تراك. التراك الاولاني بروجرامنج، التراك التالت احداثيات، التراك الرابع الجرافيك. طيب التراك يكفي بس تراك الاحداثيات، عارف يعني لما ترفع رجلك وتشوط كوره ولو رفعتها قوي الشوطه تبقى قويه، ولو رفعتها بطيء الشوطه تبقى بطيئه؟ كارثه كارثه في البروجرامنج عشان تعمل حركه زي كده، تمام؟ فانت محتاج احداثيات كل حاجه، كل حاجه اسمها زي اكس وواي. فده تراك الجيم ديفلوبر. انت ممكن تركز على التراكين، تراك فوق الكورس هنا هيخرجك باذن واحد احد انك تقدر تعمل ابلكيشن زي الابلكيشن اللي قلت عليها. طيب عايز بقى تربط بالامبيدد سيستم، لازم تتعلم الاول لوجيك اوبريتور، ولازم تتعلم حاجه اسمها اردوينو. الاردوينو ده عباره عن برنامج بيربطك ما بين الاجهزه وما بين الموبايل، بيعديك اشارات، وفي الاخر بتجيب سنسور هو ايه؟ الاجهزه الالكترونيه اللي هو بيسموها الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز. في حاجه بس هنتكلم عنها قدام شويه، حاجه اسمها انترنت اوف ثينجز. المهم نظام الاندرويد او سوري الموبايل ابلكيشن مع الاجهزه، هو ده فكر الايه؟ الفكر اسم بتسمى امبيدد سيستم. امبيدد سيستم انك تربط الموبايل ابلكيشن باجهزه حواليك. هل اوبر بيعمل كده؟ لا، اوبر بيريكوست بيسند وريكوست، صح ولا غلط؟ وبيريسيف. فيزيتا نفس الكلام، اطلب يدخل ريجستر يلاقي لوجن، يلاقي مطاعم، يخش على المطعم يلاقي سندوتشات، يخش على سندوتش يلاقي تفاصيل السندوتش، يكتب الكميه، اوكي، وصل له الاوردر، الاوردر يترد، يروح للاداره، الاداره ترد عليك برساله يقول لك تم استقبال او تم طلب او استقبال طلبك، ويتم الرد عليك خلال او يتم التوصيل خلال 24 ساعه. انا مطلوب مني ان اعرفك لحد ما نوصل لحاجه زي كده، تمام؟ اما الامبيدد سيستم لا، ده حوار تاني خالص، ده اسمه اردوينو. اوكي، مربوط بالموبايل ابلكيشن، والثلاثه على فكره لازم تكون واخد موبايل ابلكيشن الاول واساسيات الموبايل ابلكيشن اللي انت هتاخدها هنا، بعد كده تبدا بقى تشتغل في الثلاث تراكات دول، تمام؟ ده احنا بنفوكس على التراك ده. طيب ايه البرامج اللي بتشتغل موبايل ابلكيشن؟ التراك بتاعنا بقى معلش
احنا التراك بتاعنا اللي هو موبايل ابلكيشن اللي هو اللي معتمد على داتابيز تمام. اما امبيدد سيستم والجيم ديفلوبر لا. طيب التراك بتاعنا احنا بقى ايه البرامج اللي بتعمل برامج الموبايلات عشان تعرف المنافسين ليك. طيب اول حاجه يوم ما نزل الموبايل ابلكيشن نزله برنامج يوم ما بدا الفكر كان من حوالي 6 سنين 8 7 سنين بالكتير كده. راح اول ما نزل برنامج ايكليبس. ايكليبس ده اللي احنا كان بيتشرح حتى في الجامعات ان بيعمل برامج شركات. فلما طورت من نفسها وبقى في حاجه اسمها موبايل ابلكيشن راح حطوا الفيتشرز انك تقدر تبني برامج موبايل تمام بدون مقاطعه. لو اي حد مش فاهم حاجه يقول ستوب وعده تمام. طيب بعد كده الايكليبس ده نزل والناس كلها اشتغلت عليه وانا اشتغلت عليه سنه 2012 او 11 واشتغلنا وكان تمام زي الفل. بعدها بسنه او 2012 بدايه 2012 راح نزل شركه جوجل نزلت اندرويد ستوديو. طيب في حاجه كذا بلاتفورم من الموبايل ابلكيشن اندرويد الاي او اس بتاع الايفون والويندوز فون بتاع الويندوز فون بتاع لوميا ونوكيا والكلام ده كله تمام. لا من لسه محدش بس هيبدا يطوروا فيه عارف. طيب احنا بنفوكس على تراك الاندرويد. طيب البرامج اول لما كان اشتغلنا على اندرويد اشتغلنا على ايكليبس. راح بعد كده شركه طبعا اندرويد تبع شركه جوجل. فراحت شركه جوجل نزلت برنامج بيصمم برامج موبايلات اسمه اندرويد ستوديو. فلما شركه جوجل اللي صاحبه اندرويد تنزل برنامج يصمم برامج موبايلات فالناس كلها اتجهت من ايكليبس لمين؟ ليه؟ عشان هي صاحبه الشركه فبالتالي هي عارفه خبايا كل الاندرويد فبالتالي هتحط كل الخبايا جواه فالناس كلها اتجهت للاندرويد ستوديو وده اللي احنا هنشتغل بيه. طيب في برامج تانية بتعمل برامج موبايلات؟ اه في برنامج ايونيك. الايونيك ده في بيشغل كروس بلاتفورم. كلمه كروس بلاتفورم في عندنا حاجتين لازم تعرفهم في الموبايل ابلكيشن. في حاجه اسمها نيتف وحاجه اسمها كروس بلاتفورم. كلمه كروس بلاتفورم معناها ان الابلكيشن تعمله مره واحده ويخرج بالثلاث انواع اندرويد ايفون ايه ويندوز فون. نيتف معناها انك تبني برنامج الاندرويد لوحده وتبني برنامج الايفون لوحده وتبني برنامج الويندوز فون لوحده. طيب 85% ما كانش 85% من الشركات كله بيحب يشتغل نيتف. طب ليه؟ العائل اللي بيشتغل كروس بلاتفورم لازم يتعلم جافا سكريبت وبيت و HTML5 وبوت ستراب وجي كويري الكلام ده كله اللي انا بقوله ويب اكتر مش موبايل ابلكيشن. ويب شغال مع مجال الويب فيقول لك لا. فتلاقي شكل الابلكيشن مايل لصفحات الانترنت مش شكل موبايل اب خدت بالك. فالناس كلها تقول لك لا انا اشتغل نيتف احسن. نيتف معناها ان كل واحد ليه لوحده تمام. في برنامج تاني اسمه زامرين. زامرين ده نزل زامرين اه اكس اي ام اي اي ار اي ان تبع شركه مايكروسوفت تمام. هي اكس عشان وتنطق زد. زامرين ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل برضه برامج موبايلات بس برضه كروس بلاتفورم. وكلمه كروس بلاتفورم يعني ايه؟ بيعمل الثلاثه تمام. ايه الايكليبس نيتف بالظبط. الزامرين دي بس شغاله مع شركه مايكروسوفت ولسه نازل مع الابديت بتاع 2015 فيجوال ستوديو 2015 تبع شركه مايكروسوفت ونازله مع 2017 تمام. ليه شركه مايكروسوفت لقت اتجاه كله ماسك ناحيه الموبايل وهي ما عملتش اي حاجه موبايل فراحت عملت ابديت نفسها وخلت الناس تقدر تبرمج بالايه بالمنتجات شركه مايكروسوفت. دول البرامج اللي احنا اللي انت منافسين ليك في السوق. ما ينفعش تخش وتراك الموبايل ابلكيشن وما تكونش عارف المنافسين. طيب احنا هنشتغل اندرويد ستوديو. طيب الاندرويد ستوديو دوت حضرتك عشان تحمله بتخش على موقع جوجل وتحمله وهنعرف ازاي. طيب اي بلاتفورم او اي اي دي اي يعني برنامج تشتغل بيه لازم ليه لغه برمجه. لغه البرمجه دي عباره عن اوامر لغه بتكتب بعض الاوامر عشان تديك تنفيذ عمليه معينه. الجهاز ده حته حديده ولا يفهم اي حاجه. عايز تكتب كود الكود ده تقول له اعمل كذا يعمل. ده فكره دي كلمه لغه برمجه. في كذا لغات برمجه كتير جدا بدءا من السي من السي بلس بلس من السي شارب من الجافا من البي اتش بي من البايثون من البي ال اس كيو ال من عندنا اف شارب عندنا فيجوال بيزك 6 عندنا فيجوال بيزك دوت نت. لغات برمجه كتير جدا جدا جدا. اللي يفرق ما بين اللغه واللغه كلهم يقدروا يعملوا برامج بس مش كلهم يعملوا برامج موبايل. انا بتكلم كبقى الجنرال لغات البرمجه كلهم يقدروا يعملوا برنامج. انت ممكن تعمل موقع الفيسبوك بلغه بي اتش بي وانا اعمل نفس الموقع بالظبط بلغه اسمها سي شارب بالظبط هو ولا يفرق. الفرق ما بين اللغه واللغه زي بالظبط كلمه هاي وكلمه السلام عليكم الاثنين نفس المعنى صح بس السنتكس مختلف. هنا اتش اي هنا الف سين لام سين مش عارف كذا 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 صح.
صح ولا غلط؟ هو ده نفس القصه، زي ما واحد بيتكلم اسباني وواحد بيتكلم عربي. واحد هقول له انا هروح الكورس بكره الساعه 5، التاني برضه هيقول انا هروح الكورس بكره الساعه 5 بس بلغته. هي نفس القصه، اللغات اللي يختلف ما بينها السنتكس. سنتكس معناها يعني طريقه الكتابه، كلمه هاي اتش اي، كلمه السلام عليكم، الف لام سين لام، بس الاثنين في الاخر نفس المعنى. هي دي. طيب اقوى لغه على مستوى العالم جافا، اقوى لغه على مستوى العالم جافا. في لغه كوتلين نزلت، لغه برضو حلوه جدا، تمام. وفي اقل اشهر لغه في الوطن العربي سي شارب. في فرق بين اقوى وفي اشهر. مين الاشهر، سامسونج ولا ايفون؟ سامسونج الاقوى. طب ليه ما حدش بيشتري ايفون؟ بالظبط كلامك صح، عشان غالي. نفس الكلام، اقوى لغه على مستوى العالم جافا، بس اشهر لغه سي شارب على مستوى الوطن العربي برضه، ما اقدرش اقول على مستوى العالم. ليه؟ السي شارب اللايسنس بتاعتها رخيصه، تمام. ممكن تيجي تشتغل بلايسنس تلاقي ب 900 جنيه وده عن تجربه. الجافا لا، 4-5 آلاف جنيه. كلمه لايسنس يعني ترخيص عشان تشتغل باللغه دي، بس الكلام ده مش علينا احنا. لا، الكلام ده لما يكون، لما تيجي تعمل بيزنس وتشتغل باللغه دي، انت هتفتح شركه، الشركه دي بقى انت هتكسبي من ورايا وتشتغلي بمنتجاتي، منتج مايكروسوفت، يبقى انت تدفعي لي لايسنس ترخيص، تمام. طيب لغه الجافا لغه اقوى لغه احنا اللي هنشتغل بيها باذن الله. في لغات جديده نازله كتير جدا، لغه البايثون. لغه البايثون دي لغه محترمه جدا جدا جدا، ودي انصحك تتعلمها بعد تراك ده، عشان البايثون كومباتبل اكتر مع الموبايلات. اللغه دي لغه برضو، اللغه ديت بتعمل برامج وتمام، بس هي لما نزلت نزلت تفوكس عشان الحركه دي. مودرن اكاديمي، عارف يعني ايه ياخد كلام من بقى يحوله تكست؟ لك ان تتخيل بقى ده كده. هي البايثون نازله عشان كده، البايثون نازله علشان تحول الصوت لتكست، تمام. بايثون دي نزلت من 3 سنين بالظبط او من سنتين ونص. البايثون دي اللي بدا انشاها اساسا واللي عملها كان واحد كفيف. طب ليه؟ قال لك انا كانت عندي كل مشكلتي ان انا ما اعرفش اتعامل مع اللي حواليا، اجي افتح الباب بضطر اقعد احسس. لا، فراح بدا لغه تتعامل مع الفويس، تديها فويس، تبدا ايه يدي يعمل امر معين. فراح راحوا نزلوا الاسانسير اللي نازل في السعوديه، تمام. هتلاقي الاسانسير تركبه اوريدي، على فكره الاسانسير ده موجود، تركبه تقول له 3 يطلع الدور الثالث، ما فيهوش لغه مفاتيح. حتى لسه نازل لوت للفور سيزون، نازل باكج كامله للفور سيزون هيركبوه. تركب مجرد ما تركب الاسانسير مفيش حاجه اسمها جي وسي 1 2 3 4، لا حضرتك بتدخل بس بالفويس. وانا متاكد مليون بالمية طبعا خدمه سيري في الايفون دي فويس كلها، تمام. انا متاكد قدام شويه هتلاقي كل حاجه بقت بالفويس. اوبن ذا دور، الباب يتفتح، كلوز ذا دور يتقفل، اوبن ذا ويندو يتفتح، هتبقى كل حاجه بالطريقه دي. هو ده كان معتمد على الحته دي. طيب ليه بقول لك اتعلم دي بعد ما تخلص التراك ده؟ مفيش حد بيمسك يفتح كمبيوتر ويتكلم ويقول كده، بس سهل جدا امسك موبايل واتكلم كده، صح ولا غلط؟ فتلاقي البايثون كومباتبل مع الموبايل اكتر، متوافقه مع الموبايلات اكتر. اللايسنس ده ميست بقى البايثون انها اوبن سورس. ميست اللايسنس كده اوبن، كلمه اوبن سورس معناها الكود بتاعك، الكود تقدر تشوفه وتقدر تعدل فيه، تمام. البايثون لما نزلت نزلت عشان تساعد، ربنا يعافينا ويعافيك، المكفوفين. هي دي، فكانت لغه جميله جدا وبدات طبعا بتعمل برامج برضو على فكره، بس هي نازله عشان الحته دي، عشان الفويس. واول لما نزلت جوجل عمل ابديت لنفسه. يا باشا اول لما نزلت نزلت عشان كده، عشان الموضوع ده. دي لغه حلوه جدا جدا جدا، فدي انا انصحك تتعلمها بعد ما تخلص تراك الاندرويد، وهتلاقي سهل اللي ضربتها معاك، تمام. بس لازم تتعلم اساسياتها الاول عشان فيها سينتاكس مختلف. ايه البايثون شغاله مع الويب وشغاله مع الموبايل وشغاله مع الديسكتوب. دي مش ناخد الثلاثه برضه؟ لا انا بقول لك البايثون، يعني احنا هناخد جافا. لا البايثون لما ناخد الكورس بتاعه. لا لا، انت بتاخدها، لو انت هتاخدها، لا لما يوم ما تيجي تاخدها قول له انا عايز مع الفويس، ده اهم حته. بس بيشرحوا بايثون البيزكس اللي هي الحاجات العاديه. انت درست برمجه؟ يعني بيشرحوا الاف كونديشن واللوب والاري، الكلام العادي. اما البايثون نازله اساسا عشان الفويس. طيب احنا شغالين بلغه برمجه جافا، طيب تمام. ايه اللي هيتاخد بقى في الجافا؟ اول حاجه هناخد حاجه اسمها فاريبلز، هنشرح ايه اللي هيتاخد في الكورس كله. طيب ومفيش مانع واحنا شغالين واحد يقول انا شفت حاجه في حته فلانيه وعايز اعمل زيها. وده انا بقالي سنه ونص بدي الكورس هنا، وكل كورس بيبقى احسن من اللي قبله بصراحه.
ليه بقى؟ بلاقي في ناس قاعده، يعني في واحد جه قال لي انا شفت حاجه اسمها كيو ار كود عايز اعملها، عملناها كيو ار كود اللي هو ده شبه سوري معلين اللي هو ده، ازاي نعمل دي مع الموبايل ابلكيشن، عملناها. واحد الكورس اخر كورس خلص يعني إيه؟ لا ده احنا عملناها يكريتها ويقراها وبعد ما يقراها يعمل تمام. طيب بعد كده واحد جه قال انا عايز اعمل لايف لوكيشن، اللايف لوكيشن اللي هي موجوده في الواتس اب اللي نزلت جديده تمام، وراح اول ما شافها قال لك انا عايزين نعمل زي سير، عملنا سيرش البروجرامر سيرش على فكره، انا مش عايزك تحفظ برمجه، انت تعرف لي حاجتين وانا وانا بشرح الكود ده بيستخدم امتى تمام وبستخدمه ازاي بس، وانا بشرح انا عايزك تركز لي على اتنين دول، اللي انا بعمله ده الدرس ده امتى استخدمه، يوم ما استخدم يوم ما احتاج كذا كذا كذا، طب استخدمه ازاي بكذا حفظ، لا هتلاقيني كتير جدا بفتح الانترنت وبسيرش كتير جدا تمام. يوم ما عملنا اللايف لوكيشن عملنا وسيرش لقينا وركبناها، لقينا كمان يا ريت بيجيب بس انت مكانك فين وماشي فين، بيجيب بطاريتك اللي البرسنتج بتاعتها قد ايه، عشان ما تجيش تقفل وتقول ايه البطاريه فصلت موبايل فصل، خدت بالك حاجه فظيعه مش موجوده في الواتساب على فكره. ايه طبعا عملها عملها والله دي ايوه، انا مطلوب مني الابلكيشن ده اللي معامل تحاليل نايل ايجيبت لاب، طالبين مندوبين، المندوب قاعد في وقاعد في المركز او قاعد في المعمل يشوف المندوبين بتاعه فين ويشوف، مهمه جدا اللايف لوكيشن. فانا عايز وانت شغال تقول والله انا شفت الحته فين عايزين نعمل كذا تمام. طيب اول حاجه هنبدا في الفاريبلز، ايه الفاريبلز دي؟ الفاريبلز دي احنا هنبدا من الزيرو على فكره، يعني لو حد مش فاهم بروجرامنج واللي فاهم ماليش دعوه، هنا الكورس بيبدا من الزيرو فروم سكراتش، حتى لو جاي لو خريج حقوق لو خريج تجاره ماليش دعوه، انا بشرح من تحت الصفر. طب اللي فاهم الكلام ده الله يبارك براحته، الكورس بادئ من الزيرو لحد ما نخلص ابلكيشن كامل. طيب ايه الفاريبل؟ الكلمه فاريبل معناها متغير، وكلمة متغير معناها مخازن على ذاكرة الرام، وكلمة مخزن يعني مكان بنحط فيه حاجات وبنشيل منه حاجات، صح ولا غلط؟ هنا بقى الحاجات عندنا داتا، هنا عندنا داتا بتسجل داتا وبتاخد داتا، بس خد بالك الفاريبل أماكن على ذاكرة الرام، معنى على ذاكرة الرام يعني حضرتك لو عملت أبلكيشن ورحت مسكت الأبلكيشن عملته كده بص كده طيرته من الرام كده تمام؟ الداتا اتمسحت خالص، اللي كان على الفاريبل اتمسح. هو انت لما بتعمل كده للفيسبوك بتمسح؟ لا طبعا، دي حاجه اسمها داتا مستديمه، حاجه اسمها داتا بيس تمام. هنا الفاريبل لا، الداتا مؤقته، مؤقته يعني اثناء فتح الابلكيشن. ازاي نعمل فاريبل هنتعرف عليه، بس دي بتسمى ستور، مخزن. مخزن المخزن ده بنحط فيه داتا وبنجيب منه داتا. لما حضرتك تيجي تخش على الفيسبوك بتسجل ايه وايه يوزر نيم ومين، يبقى انت محتاج تو فاريبل، واحد يشيل اليوزر نيم وواحد يشيل الباسورد. ازاي بيتعمل هنتعرف بس واحده واحده ده. بعد كده بناخد حاجه اسمها كنترولز، كلمه كنترولز يعني التحكم، بناخد حاجتين في الكنترولز، حاجه اسمها اف وحاجه اسمها سويتش. طيب دايما واحنا بنبرمج ما نترجمش ترجمه حرفيه، دايما واحنا في البرمجه ما نترجمش ترجمه حرفيه، يعني يعني عندنا حاجه في البرمجه اسمها فور، فور دي يعني ليه لكذا، فور ايمن يعني الايمن تمام، بس طبعا هنا عندنا في البرمجه حاجه ثانيه خالص. طيب ايه الكنترول دي؟ لما تحب تخلي تعمل ابلكيشن يكون في شروط، يعني طلب منك من شركه كارفور تعمل ابلكيشن واليوزر يدخل المنتج بتاعه، المنتج ده لو كان من نوع ايفون يبقى عليه خصم 10%، لو مش من نوع اي منتج غير ايفون ما يعملش خصم، ده شرط ولا مش شرط؟ ازاي تخلي الابلكيشن يطابق الشروط بتاعتك اللي انت حاططها، ولما يلاقي كذا يعمل كذا. عندنا حالتين، يا اف يا سويتش، في حالات يجوز استخدام فيها اف ولا يجوز استخدام فيها سويتش، وفي حالات ما ينفعش تماما استخدام فيها سويتش خالص. مش واحد يقول لك لا خلاص انا اشتغل باللي يعجبني، مش انت قلت الحالتين دول يعملوا كده؟ اقول لك اه، بس في حالات ما ينفعش استخدم فيها سويتش، وفي حالات لا، اف تنفع لكل الحالات. طب واحد يقول لك طب ما خلاص ما تشرح اف بس، انا قلت لك احنا هنا ما بنشرح، انا ما اضمنش ان الدكتور محمد هيطلع يشتغل في شركه ويبني ابلكيشن من الزيرو، ما هو ممكن يخش على ابلكيشن معدل، صح ولا غلط؟ اقول لك تعالي في ابلكيشن عايز يتعدل خش عدلي. اصعب حاجه طبعا بريكيه، بس ما عندناش حاجه يعني نكمل. حد عايز يشرب شاي؟ حد عايز يشرب شاي؟ اللي عايز يشرب شاي يجيب شاي ويجي، ما فيهاش كسوف عادي، مش هنيجي من الدقيقه يعني.
اللي عايز يجيب شاي بسرعه اهو هنا الترمس والشاي، يطلع يجيب شاي ويجي. نكمل. طيب حته سويتش، افرض دخلت على ابلكيشن معدل وتشتغل بسويتش، مش هتعرف. احنا هناخد الحالات كلها وانت ايه اشتغل بالعين. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها لوب. لوب فيه ثلاث حالات، فور هوايل دو هوايل. كلمه لوب يعني تكرار، وكلمه تكرار معناه لما يكون عندك كود عايز تكرره 6 مرات. زي عايز تعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده تدوس على زرار برنت يطبع، يكون مربوط بالبرنتر ويطبع 6 نسخ. قدامك طريقتين. الطريقه الاولى انك تدوس على الزرار 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. الطريقه الثانيه انك تكتب الكود 6 مرات في 6 زراير. الطريقه الثالثه انك تكتب الكود مره واحده وتقول له اتكرر بعدد 6. طيب مين العميل لما بيجي يبص على الابلكيشن؟ العميل مش المبرمج، بيبص على حاجتين. اول حاجه شكل الابلكيشن وسرعته. بس شكل الابلكيشن انت وذوقك، ما نقدرش نتدخل فيه. تمام، في ناس بيبقى ذوقها حلو جدا بتعمل ابلكيشن شكله حلو جدا، في ناس بيبقى ذوقها زي الزفت بتعمل ابلكيشن وحش. تمام. طب سرعه الابلكيشن، سرعه الابلكيشن قايمه على طريقه برمجتك، هي دي. طب حضرتك طلب منك ابلكيشن انك عايز البرينتر او اطبع من الابلكيشن او الكود ده يزود 5 طلبه، 5 درجة او 6 طلبه او 100 طالب، يزودهم 5 درجات رأفه. 100 طالب هتضطر تكتب الكود 100 مره. انت ممكن تقول كده عشان عندي 100 طالب، همسك الاولاني ازوده، همسك الثاني ازوده، والثالث ازوده. دكتور محمد قال لك لا انا هكتب الكود مره واحده ويلوب على 100. خدت بالك؟ يبقى مين الاسرع؟ هتكتب الكود 100 مره ولا مره واحده؟ مره واحده بس. طب ليه كمان؟ عشان بس حجم الكود، او بدل ما اقعد اكتب من 100 سطر لا. دي اول حاجه. بس الاقوى من كده ان اي حاجه في اي لغه برمجه من اللي قلناها قريب من شويه بينزل معاها حاجه اسمها كومبايلر. بينزل معاها حاجه اسمها كومبايلر. ايه الكومبايلر ده؟ الكومبايلر ده اسمه مترجم الاوامر. السي شارب الكومبايلر بتاعها اسمه دوت نت فريم ورك. الجافا الكومبايلر بتاعها اسمه جي دي كي. الفيجوال بيزك الكومبايلر بتاعها اسمه جي دي كي. البايثون الكومبايلر بتاعها اسمه بايثون. ايه الكومبايلر ده؟ حضرتك زي بالظبط واحد بيتكلم عربي والدكتور بيتكلم اسباني. تمام؟ ولا ده هيفهم ده ولا ده يفهم ده، بيبقى في مترجم في النص. هو بيقول لي قول لها الكورس بكره الساعه 5، انا هروح مترجم لها. انت نفس الكلام اللي بكره مش هاجي لك 5:30 عشان عندي شغل، انا هروح مترجم لك. الكومبايلر ده بيعمل ايه بقى؟ عند حضرتك الجهاز وعند حضرتك لغه البرمجه بتاعتك. الجهاز ما بيفهمش غير 0-1. كل اللي انا قلته ده بقى من سي شارب، من اف شارب، من بي اتش بي، من بي ال اس كيو ال، من فيجوال بيزك، من جافا، الجهاز ما بيفهمش غير 0-1 بس، ولا يفهم اي لغه من لغات البرمجه. امال ايه اللي بيحصل؟ عشان كده اي لغه برمجه بتنزل مجبره تنزل حاجه اسمها كومبايلر، عشان عارفه ان المبرمج هيكتب ايه؟ البي سي مش هيفهمها. فالجافا تروح على تحولها لزيرو، البي سي يفهم. يعني البي سي لما بيرد بالريسبونس، ما اي عمليه ليها ريكويست وريسبونس، هو طلب ليها ريسبونس هيرد بمين؟ الجافا مش هتفهمها، الكومبايلر يحولها لجافا، هو ده الكومبايلر. طيب تعالى بقى حته اللوب. حضرتك لما تكتب الكود 100 مره هيضطر يترجم كم مره؟ 100 مره، مع العلم هو ده هو ده هو ده، بس البرنامج ما يعرفش، بيقرا سطر سطر، مالاش عرفني اللي جاي بعد كده هو ولا لا. فهيضطر يترجمه كم مره؟ فدي هتاخد وقت. مع العلم اللوب بقى اكتبه مره ويتكرر بعدد 100، بس في الاخر اترجم مره واحده. خدت بالك؟ فده عشان كده قلت لك العميل بيبص للحاجات دي. هي دي فكره اللوب. عندنا 3 طرق، فور وهوايل ودو هوايل. الثلاثه بيكرروا، الثلاثه بيعملوا تكرار. الثلاثه بيعملوا تكرار. طب في حالات، في حالات صعب استخدام فيها فور، وقلت صعب مش قلت مستحيل. طب لو عايز اعملها في فور هتقعد تلف لفه بالبرمجه وتعملها، بس سهله جدا تعملها بهواير دو هواير. هو ده اللي يفرق من المبرمج للتاني. باش مهندس بشوي، بشوي بيعمل برنامج، ومحمد بيعمل برنامج، الاثنين عملوا نفس البرنامج، بس ده عمل بطريقه برمجه وده عمل بطريقه برمجه، في الاخر الريزلت واحد. بس ممكن يكون واحد عمل بطريقه بسيطه ويخلي الكومبايلر ايه ما يترجمش اوامر كتير. محمد لا، ممكن عمل اوامر كتير عشان تتنفذ. في الاخر اتنفذت وكل حاجه اتنفذت، بس قدام شويه هتلاقي ليه البرفورمانس بتاعه الابلكيشن قلت.
تمام، هتلاقي كفاءتها بتقل بسبب مع حجم الداتا ومع الكود الكتير، هتلاقي ايه الكومبايلر بيترجم كتير، فبالتالي هتلاقي البرنامج هيقل، واحنا كيوزرز بنتضايق من الابلكيشن الايه التقيل، فخد بالك من الحته دي. طيب عندنا حاجه اسمها اري. الاري دي عباره بالعربي يعني مصفوفه. كلمه مصفوفه معناها عباره عن متغيرات داخل ذاكره الرام بتشيل قيمه داتا. طب ما انت لسه قايل الكلام ده فين؟ في الفاريبلز. ايه اللي يفرق؟ قال لك مهم جدا تعرف الكلام ده. حضرتك الفاريبل شكلها عامل كده في الرام، مش احنا قلنا حاجات على الرام شكلها عامل كده، الاري شكلها عامل كده على الرام. ايه الفرق؟ الفاريبل بتشيل وان فاليو، الاري بتشيل مالتي فاليو، تمام؟ طب ايه اللي يفرق في ايه بقى؟ انا دلوقتي عايز اسجل درجاتكم، تمام؟ في الجامعه عندي درجات وعايز اسجل درجاتكم، هل درجه حضرتك زي درجه الباشمهندس؟ هل زي درجه الاستاذ؟ لا طبعا، كل واحد ليه درجه، فمضطر لو انا قدام 14 واحد يبقى مضطر اعمل 14 متغير عشان الفاريبل بيشيل كام قيمه؟ فان شاء الله لو عملت متغير واحد يبقى اول حاجه الباشمهندسه جابت 20، الباشمهندس جاب 18 همسح ال 20 واحط 18 لو عملت فاريبل واحد، فانت مضطر تعمل 14 فاريبل. انت لو بتتكلم على مستوى كورس، على مستوى كليه عندنا 3000 طالب بقى 3000 متغير، يبقى قال لك ايه؟ الاري بقى تعمل متغير واحد يشيل ال 3000 قيمه، بس هو كم متغير؟ متغير واحد بس، يبقى مين اسرع على الرام؟ الاري. خدت بالك؟ الاري عباره عن متغير داخل ذاكره الرام بس بيشيل اكتر من قيمه، دي ميزه. الميزه الثانيه ان حضرتك لو انت مشغال كده على فاريبل واحد اول رقم 10 ودخل 20 يبقى الاجمالي 30، دخل 50 يبقى الاجمالي 80، دخل 5 دخل 10 90. لو قلت لك انت في نط ال 90 دي هتروح قايل لي 10، لو قلت لك انت في نط ال 90 هتقول لي 10. ليه؟ عشان المتغير بيشيل كام قيمه، فكل قيمه بتدخل بتشيل اللي قبلها، فمش هتعرف تجيب هيستوري اي رقم. الفاريبل الاري لا، الفاريبل 10 يبقى الاجمالي 10، 20 يبقى الاجمالي 30، 50 يبقى الاجمالي 80، 10 يبقى الاجمالي 90. لما اقول لك انت في نت ال 10 تقول لي 10 و50 و20 و10، عشان كل قيمه بتتسجل في دور بالبلدي كده، تمام؟ احنا عندنا الدور ده بيتسمى اندكس، بس مش عايز اتكلم الكلام ده لما نيجي على الشرح، تمام؟ بتتسجل في خانه بمعنى اصح، عشان كده الاري بتقدر تشيل اكتر من قيمه، وكل قيمه لها خانه لوحدها، فلما تحب تقدر تجيب هيستوري بتاعت اي رقم اجماليات تقدر تجيب. الفاريبل لا، بيشيل كام قيمه؟ واحد. عندنا نوعين من الفاريبل، فاريبل 1 دايمنشن اللي هي قدام عينك دي، عندنا فاريبل كده اري كده مالتي دايمنشن اللي هي صفوف وايه واعمال، زي بالظبط نتيجه الطلبه، بتلاقي رقم الجلوس وبتلاقي المواد فوق وبتلاقي النتائج. خدت بالك؟ يا اما لو انت عندك خمس مواد ورقم الجلوس يبقى سته اعمده، كنت هتضطر تعرف سته فاريبل من سته اري من دول، صح ولا غلط؟ اهو الري لرقم الجلوس، الري للماده الاولى، الري للماده الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، وهكذا. يا اما تحطهم كلهم في الري في الري واحد، برضو من الاسرع المالتي دايمنشن، تمام؟ دي اسمها مالتي دايمنشن، تقدر ازاي نتعامل معاها وازاي نبني الري وازاي نتعامل مع الموضوع ده، تمام كده؟ طيب بعد كده هنخش في حاجه اسمها راندوم. كلمة راندوم يعني عشوائي، تمام؟ كلمة عشوائي معناها ازاي تخلي، انا لما جيت قلت لك دلوقتي انت هتعمل متغير ودخلت فيه 30، حد قال لك حاجة؟ لا، انت بتدخل الرقم اللي على مزاجك انت كيوزر، اما الراندوم الرقم اللي على مزاج الجهاز هو اللي بيطلع، مش اللي على مزاجك انت. الرقم اللي على مزاج الجهاز ده بيستخدموه فين؟ في السحب على جوائز. السحب على جوائز، كنا زمان العشوائي ده بيحصل ايه؟ كنا بنجيب كاس كبير نحط فيه ورق ونقلب بايدينا ونطلع، صح ولا غلط؟ النهارده بتلاقي شاشه موجوده، تمام؟ وتلاقي العداد بيعد 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 وحسبت على رقم، يقول لك الكمبيوتر انت وحظك. هو ده فكر الراندوم، ازاي تخلي الرقم يطلع على مزاج الجهاز. كل اللي عليك تعمله ايه؟ تقول والله انا عندي 14 متساوي مترقمين من 101 ل 114، تمام؟ هو الجهاز بقى يختار الرقم اللي على مزاجه هو. لو حد سوري في الكلمه لو اتنططنا مش هنعرف الرقم اللي عليه دول مين، عشان دي حاجه عشوائيه، الجهاز الوحيد هو اللي يعرفه ومحدش يفهمها،
عشان كده بيسموها راندوم، اللي هي بمعنى اصل اللي بيستخدموها فين؟ في ورقه الحج وورقه الاسكان، المفروض يعني تمام، المفروض ان يحصل كده، اللي هي بتمنع الكوسه بمعنى اصح. هو ده فكر الراندوم. فكر الراندوم معناه انك تخلي الرقم يطلع على مزاج الجهاز، كل اللي عليك بس تحدد له ايه ستارت وايه والاند، وهو يطلع لك رقم ما بينه. مين هو الباور؟ ولا حد يعرف يتوقعه. تمام، دي فكره الراندوم. بعد كده عندنا حاجه اسمها اكسبشن. اكسبشنز، ايه الاكسبشن ده؟ الاستثناءات. الاستثناء، كلمه استثناء في البرمجه او في حياتنا يا تحصل يا ما تحصلش، صح ولا غلط؟ هو ده الاستثناء، ده اللي احنا عارفينه صح. طيب احنا بقى في البرمجه عندنا الوضع مختلف شويه. طيب الاستثناء ده معناه ايه؟ حضرتك قبل ما نشرح الاستثناء لازم تعرف ان عندنا نوعين من الاخطاء، نوعين من الاخطاء، خطا مبرمج وخطا مستخدم. خطا مبرمج وخطا مستخدم. خطا المبرمج حضرتك انا قلت لك كلمه لما تيجي تستخدم سويتش اهي ما تجيش انت بقى تعملها لي كده غلط، انت مبرمج انت كاتبها غلط، ماليش دعوه انا ما بتكلمش ده. حضرتك لما جيت كتبت هوايل ما تنساليش الاي، البرنامج مش هيتعمل له رن اساسا، لما تيجي تشغله هيضرب منك ومش هيرضى، هيقول لك في خط احمر تحتها، مش هيرضى يشتغل اساسا. ده خطا مبرمج، ده ما بتكلمش فيه. امال انت بتتكلم في ايه؟ في خطا اليوزر. يعني ايه خطا اليوزر؟ خطا اليوزر معناه ان حضرتك كاتب الكود صح بس البي اللي قاعد على الابلكيشن هو اللي كتب غلط. المبرمج الشاطر اللي يعمل حاجه يتجنب اخطاء المستخدمين او يمنع اخطاء المستخدمين. المبرمج الشاطر هو اللي يعمل كده، يتجنب اخطاء المستخدمين او يمنع اخطاء المستخدمين. يعني ايه؟ حضرتك عامل ابلكيشن وبتقول له ادخل درجه الطالب او ادخل المرتب، تمام؟ مش مهندسه فيولا، خليها فيولا. كتبنا 20 مفيش مشكله، البرنامج هيتحسب. راح واحد تاني راح كتبها 20 من وجهه نظر المستخدم صح، انت مش عايز درجه 20 خلاص، دي مشكله. من وجهه نظر البرنامج غلط. انت بقى في حاله لما يحصل ايرور قول له لا عفوا، ده ادخال قيمه رقميه وليست نصيه. هو ده الاكسبشن. هو في الحقيقه هيطلع ايرور وفي الحقيقه هيضرب، بس انت بتحل محل الايرور بايه؟ برساله بتفهم المستخدم اللي حصل. تمام؟ في ناس تقول لك كده، في ناس تقول لك ايه؟ طب ما نمنع انه يكتب حروف اساسا. عشان انا قايل لك في حاجتين، يا تمنع خطا المستخدم تمنعه، يا تتجنبه. كلمه تتجنبه معناها تحل محله برساله. خدت بالك؟ واحد بقول له ادخل تاريخ الميلاد. راح واحد كتب كده 14/18/2018. ده شكل تاريخ ميلاد؟ لا طبعا. مش حاجه اسمها شهر 18 انفاليد مانس، صح ولا غلط؟ تخليه يكتبها مفيش مشكله، بس في الحاله دي تعمل اكسبشن وتقول لما يدخل تاريخ غلط قول له عفوا دخل تاريخ صح، يا اما تفتح له كالندر. تفتح له كالندر. كنا مره بنعدل، بنعمل تعديل في سيستم فودافون، كنا تيم من ضمن التيم كده، وكنت انا من ضمن التيم بنعمل تعديل في سيستم فودافون سنه 2014، وانا بعمل التعديل وخلصته وتمام وزي الفل، وبجرب رقم تليفون وبكتب كده، والله العظيم فاكرها ساعتها 010-3562-9531 11 رقم وبكتب عادي، بس لقيت المدير قاعد جنبي قال لي الرقم ده غلط. قلت غلط ليه؟ رحت عديت قلت له 11 خانة غلط ليه؟ صح. قال لي لا الرقم ده غلط مستحيل. بقول له ليه؟ قال لي من المستحيل انك تلاقي رقم 4 الخانة الرابعة 3 على مستوى جمهورية مصر العربية في أي رقم تليفون. الكلام ده سنة 2014 أو 2015. من المستحيل. دلوقتي بقت عملوا وسعوا الرينج شوية. بقول له ليه؟ قال لي ما كانش فيه 013 عشان تبقى الخانة الرابعة 3. ال 011 اتحولت 03 وحي، ال 014 اتحولت 011/4، ال 012 0122، ال 018 012/8، ال 016 010/6، ال 010 بقت 0100 صح ولا غلط؟ ال 012 بقت 0122. قال لي ما كانش فيه 013 عشان تبقى الخانه الرابعه 3. شفت بيفكروا في ايه؟ هو ده تجنب اخطاء المستخدمين. شوف وصلت لايه؟ هي دي الفكره، انك تمنع خطا المستخدم. جوجل النهارده لما بتكتب باسورد ضعيف بيقول لك ايه؟ بيقول لك ضعيف مش غلط، يا ريته غلط، لا ده بيقول لك ضعيف. شوف وصلوا لايه؟ لما بتكتب يوزر نيم اوريدي اكزيست متسجل قبل كده بيقول لك ما بيضربش.
ابعد عن ان الابلكيشن يضرب قدام العميل، ابعد عن الابلكيشن بيضرب قدام العميل، خصوصا لو انت بتسلم شغل. يعني ايه؟ حضرتك وانت بتسلم شغل الابلكيشن لو ضرب قدام العميل اكتر من مره، اولا ثقته بتتهز فيك، ثقته بتتهز فيك، مشكله. انا والله جربت كتير جدا وانا بسلم سيستم، الثقه بتتهز، يقعد يسكت ويضحك ويضحك ضحكه خبيثه والله العظيم. ثلاثه، انا جربت كتير جدا، انا مش صف تدريس بس، انا بقول لك الحمد لله انا مبرمج. وعلى فكره الشغلانه دي بتاعتنا لازم تبقى كده، تبقى كده، لازم تطور من نفسك. لو كنت صف جامعه بس كنت هخش طلبه عارفه امسك سلايدز واقعد الف فيها بس، ده اللي الجامعه بتعمله عندنا والدكاتره الجامعه بيمسكوا برزنتيشن يقعدوا يقلبوا. لا، ان ما كنتش هتطور من نفسك ما كنتش لقيتني ان انا بشرح موبايل ابلكيشن دلوقتي. انا واخد فيجوال بيزك 6 سنه 2006، فيجوال بيزك 6 اللي انقرضت اساسا من 20 سنه. مش بيزك. في ناس خدت فيكس برو وسي بلس بلس، يعني عندنا في حسابات القريه بشرح سي بلس بلس. ليه ما اعرفش والله، ليه ما اعرفش، مع انها انقرضت اساسا عندكم في الجامعه بيشرحوا، ليه ما اعرفش انقرضت. عايز اقول لك انا كان عندي كورس اندرويد تمام في مصر الجديده من حوالي 3 شهور، واول مره اعرف الوظيفه دي. واحدة كويتية جاية، هي مصرية بس عايشة بالكويت، وجاية عايز تاخد كورس اندرويد. كلموني ان انا هروح لها مصر الجديدة، قلت لهم لا انا ساكن في زايد وبعيد جدا مش هقدر، خليها تجيلي دلوقتي. المهم جت ودفع 15000 جنيه كورس برايفت، دفع كورس البرايفت 15000 جنيه. المهم دخل كده بقى، انا اول حاجة قلتها ان انا هجيبك من مصر الجديدة عندي، قلت هترفضي. وقلت لا، ما انا الاستراكتور اللي يجي لي ولا بتاع. قالت لي لا بس انا محتاجاها. تخيل وظيفتها ايه في الكويت؟ وظيفتها انها تدور على الجديد وتتعلمه، وتيجي المدرسه تدرسه للتيتشرز والتيتشر يديله الطلب. عارف يعني ايه مؤسسه فيها واحده وظيفتها تدور على الجديد؟ حاجه حلوه جدا، وظيفه محترمه جدا. عارف دي لو اتعملت في اماكن كل الدنيا. انا اول ما شفتها بصراحه جريت على العميل عندنا، قلت لها يا دكتوره عايزين حاجه زي كده، حد يبقى قاعد يطور يطور يدي الجديد. شغلانتنا دي كده، ان ما عملتش كده هتدفن. هتاخد كورس الاندرويد النهارده سنه، يبقى قابلني من كورس الاندرويد بعد كده يبقى في حاجه جديده. بقول لك بايثون وهيشتغلوا بالصوت، تقول لي اندرويد وندخل داتا. الاندرويد او الشغل محتاج تطوير دايما دايما. احنا اخر حاجه وقفناها عندنا ساعتها الويب. الويب ده اول ما نزل عايز اقول لك كلنا اتجهنا ليه، وكان ايه الموبايل دلوقتي خلاص، دلوقتي بايثون، دلوقتي امبيدد سيستم، دلوقتي مش عارف ايه، الدنيا بتتطور. فلازم كده بصراحه، ما كنتش هتعمل كده هتلاقي نفسك انت اللي هتدفع. ان ما كنتش انا عملت كده كنت فضلت زي فيجوال بيزك 6 وسي بلس بلس اللي انا كنت باخدها في الجامعه، ولا كان ليا 30 لازمه تمام. فالاكسبشن ده بقى بقول لك ايه، بيعالج اخطاء المستخدمين، فانت تتجنب خطا المستخدم. اوعى تخلي الابلكيشن يضرب قدام العميل. هرجع اقول لك بيهز ثقه العميل. طيب افرض العميل انت مش هتسلمه، انت بترفعه على البلاي ستور في الاخر. انا دخلت لقيت الابلكيشن ضرب، جيت فدخلت تاني ضرب، جيت دخلت تاني ضرب، همسحه على طول ولا اعمل بيه حاجه، صح ولا غلط؟ فخد بالك من الحته دي. الناس بتعمل موبايل ابلكيشن تسوق نفسها مش عشان تدفن نفسها، فالتسويق ده ممكن يجي بالسلب عليك. طيب الاكسبشن ده بيعمل ايه؟ بيتجنب اخطاء المستخدمين بيحلها محلها بالسلب. طيب في جانب ايجابي وجانب سلبي للاكسبشن. ازاي نعمل اكسبشن والكلام ده هنعرف. الجانب الايجابي انك بتحل محل الخطا بايه؟ وما بتخليش البرنامج يضرب، ده جانب ايجابي جدا تمام. الجانب السلبي ان في ناس مبرمجين تمام عالم مش عارف اقول عليهم ايه الا من رحم ربي طبعا، ان هم بيعملوا ايه. الجانب السلبي في الابلكيشن في الريسبشن انك تحط الكود بتاعك جوه حاجه اسمها اكسبشن، حضرتك لو الكود ده فيه ايرور تيجي تدوس على الزرار مش هيعمل ولا هيعمل حاجه، تيجي تقعد تدوس مش هيعمل. اول حاجه بتيجي في دماغ العميل ايه اللي بيحصل؟ ان الجهاز هنج، ما بيجيش في البرنامج ان العيب المبرمج، اتاري المبرمج حط الكود جوه اكسبشن عشان ايه؟ يقول لك ايه عندنا تسليم بكره، يلا خلص ومشي الدنيا وبعد كده ربنا يسهل. فالاكسبشن هنا ساعات بتحل محل الخطا وبرساله، وساعات المبرمجين يستخدموها بايه؟ بتجاهل الخطا. عارف يعني تجاهله؟ يعني ولا هيعمل حاجه، هتقعد تدوس على الزرار ولا هيعمل حاجه. في الحقيقه هو حصل ايرور بس هو تجاهله. طب طلع لي رساله قول ان حصل ايرور. لا طبعا الحركه دي ما استخدمهاش، الحركه دي ما استخدمهاش، حركه وحشه جدا جدا جدا، بتضحك على العميل.
اساسا. امال اللي بيحصل الناس كلها المفروض وانت شغال في الاكسبشن تقعد تتوقع كل الاخطاء الممكنه. انت شغال في الاكسبشن تقعد تتوقع كل الاخطاء. ممكن الراجل يدخل 20 الحد يعمل كسر، ممكن الراجل يدخل تاريخ ميلاد غلط الحد يعمل كسر، تمام. ممكن الراجل يدخل رقم 3 في الخانه الرابعه الحد يعمل كسر، ممكن يدخل رقم جلوس او سوري رقم تليفون ازيد من 11 خانه الحد يعمل كسر. تقعد تتوقع كل الاخطاء. اف ده انا توقعت كل اللي ربنا قدرني عليه، هل انت هتوقع كل اخطاء الدنيا؟ لا طبعا. بس وقت الشغل الفعلي تحصل ايه؟ اخطاء تانية. انت بتعمل ايه؟ تحط الخطا الاول والثاني والثالث والرابع انت توقعتهم. اي خطا غير دول يطلع رساله في الحظر خطا رجاء الاتصال بالمبرمج. اول حاجه العميل هيحترمك على طول كده. العميل وهو بيدوس على حاجه حصل ايرور غير اللي انت متوقعهم، حصل ايرور تاني. ما هو وقت الشغل الفعلي بيحصل حاجات كتير جدا ودي معروفه. اللي بيحصل انا بقى انا واحد من الناس بعمل ايه بقى؟ اروح حاطط كود يبعت رساله اس موبايل او رساله على على الميل بالخطا اللي حصل، ويقول لي على فكره خطا حصل في محكمه النقض بسبب كذا كذا. قبل ما يتصلوا بيه بتصل بيهم، انا ست مستشار حصل كذا 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 عندك صح؟ يقول لي اه فعلا. قلت له حصل ده بسبب كذا كذا لحد ما جالك المره كذا مره. بيحترمك جدا جدا، اول حاجه بيحس المتابعه منك. طيب انت عاملها عشان كده؟ اه. وعاملها من الجانب الثاني اللي قال عليه باشمهندس بشغل، ان انا بجمع اخطاء بكتسب خبره. لما اجي اشتغل اعمل ابلكيشن ثاني معايا ايه؟ كم اخطاء اقدر احطهم؟ عارفين ده مهمه مين؟ ده مهمه التستر. في اي شركه برمجه في واحد اسمه تستر. تستر ده بالبلدي بيطلع القطط الفرسانه في السيستم. ده مهمته كده. بيبقى قاعد، والله العظيم افتكره كان سالم برنامج بوزاره التعاون الدولي. الواد بتاع التستر قاعد بيعمل فاتوره. هو بيعمل فاتوره النهارده كام؟ 15 10. راح عمل كده 15/11/2018 وراح عمل تسجيل. راح قال له تم تسجيل الفاتوره بنادي. راح قال لي ده منطق ان انا اعمل لسه ما جاش فاتوره واسجل؟ قلت له يا عم انت حمار، اعمل لك ايه؟ ما هو النهارده 15/10 دخل. قال لي ايه المشكله؟ انا ايه المشكله؟ انا بقى حمار وضرب. ده مهمة التست. ايه؟ يعني كتبتها غلط. ده مهمة التست. يعمل كده يطلع لك كل حاجه غلط، يسيب لك تاريخ فاضي ويشوف يسجل، يقول لك تم تسجيل بيان بنجاح. ايه ده؟ ده منطق؟ خدت بالك؟ تيجي مثلا عندنا في الكليه درجه 100 تلاقي واحد جاب 110. يعني ايه 110؟ مستحيل. خدت بالك؟ كل ده التستر قاعد عمال ايه؟ يجرب ويضرب. خلي البرنامج يضرب. يا عم ما انت اللي مدخل غلط. يقول لك ما انا قصدي مدخل غلط. انت بتاخد بقى كل الاخطاء دي بتحل محلها بايه؟ برساله المستخدم يفهمها. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ الاكسبشن. فهمتوها؟ طيب بعد كده هنخش في حاجه اسمها او بي. كلمه او بي اوبجكت اورينتد بروجرامينج. اوبجكت اورينتد بروجرامينج. ايه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ديت؟ حضرتك دي طريقه برمجه وليس لغه برمجه. كل اللي فات وليس درس جديد ولا حاجه. كل اللي فات ده دروس بتتسمى حاجه اسمها سيمبل كود، طريقه السيمبل كود. وفي طريقه ثانيه اسمها او بي. طيب 90% ما كانش 95% و98% من كل شركات البرمجه شغاله او بي كلهم. طب ايه اللي فكره الاو بي؟ اولا دي طريقتين برمجه. انت ممكن تبرمج بطريقه السيمبل كود وانا برمج بطريقه الاو بي اللي يعجبك. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اللي يتفرق ما بين الاثنين الطلب من حضرتك ابلكيشن مثلا. مطلوب منك عندنا شخصين الطلب ابلكيشن منهم. الاولاني قلت له انا عايزك تعمل لي ابلكيشن هيدخل فيه اسم الطالب، درجة الطالب، عدد المواد اللي بيدرسها، هيدوس على الزرار يطلع النسبة وليكن النيم، التوتال، عدد المواد، هيقول كالكوليت، هتطلع النسبة. النسبة معروفة، التوتال على الايه؟ على السبجكت. نفس الابلكيشن الطلب من شخص، الطلب من شخص تاني. طيب واحد يقول لك انا هبرمج بطريقه السيمبل كود، ماشي. ودي هنا تعمل ايه في طريقه السيمبل كود؟ تقول لك ايه؟ على الزرار ده اهو وتروح كاتب الكود بتاعك تحت الزرار بتاع الكالكوليتر. مش هو ده اللي هيعمل؟
تحت الزرار وتكتب الكود بتاعك، وتروح انا عندي التوتال هيدخل، وعند السبجكت هتدخل، وعند النسبه هتطلع اللي هي بتساوي التوتال على السبجكت، وبعد كده تطلع مسج بيها بالنسبه. مثلا مثال صغير كده، تمام اهو. طيب دي طريقة الكود تحت الزرار. طب ايه المشكلة؟ اي واحد فاهم برمجة قالب ب هيخش تحت الزرار يفهم الكود ده. اي واحد قالب ب برمجة، لو لسه متعلم يقول يا هادي في سنة اولى في الجامعة عندنا برمجة هيفهم الكود ده. فالكود بتاعك هيبقى واضح ان هو تحت الزرار ومقلب، تمام. طريقة السم الكود، طريقة الاو بي تقول لك ايه؟ لا، واحد اعمل لي ملف، اثنين اسمه بشوي، ثلاثة حط جواه الكود. الكود بتاعك اسمه احمد، تمام. الكود ده هيتحط ايه؟ الكود بتاعنا اللي هو بيحسب العملية الحسابية، تمام. تيجي تحت الزرار، يوم ما تحب تنادي الكود ده، الكود ده جوه ملف اسمه ايه؟ جوه حاجة اسمها ايه؟ دوت احمد. اي حد هيخش تحت الزرار هيلاقي بشويه ايه؟ في حاجه في البرمجه اسمها بشويه، في حاجه في البرمجه اسمها احمد. مبدا الاو بي يقول لك ماشي بمبدئين، مبدا الداتا هايدنج ومبدا الانكابسوليشن. مبدا الداتا هايدنج مبدا اخفاء البيانات، كلمه اخفاء البيانات محدش بيشوف دي، كله بيشوف دي، فلما حد يقرا دي مش هيفهم حاجه، ده مبدا اخفاء البيانات. مبدا الانكابسوليشن مبدا التغليف، جاي من كلمه كبسوله، تمام. حضرتك دلوقتي العبرة في بشوي ولا أحمد؟ أحمد هو اللي شايل الكود. بشوي ما هو اللي حاوية، اللي هو كونتينر، كان زمان جاي من كلمة كبسولة، كنا زمان واحنا صغيرين بنمسك الكبسولة ونفضي المفعول اللي فيها، صح ولا غلط؟ العبرة في البودرة ولا في البلاستيك؟ نفس الحاجة اللي جوه الكبسولة، هو ده، هي دي بشوي وأحمد. أحمد هو ده المهم، ده مبدأ التغليف، تمام؟ فقال لك أنت بقى كل ما تحتاج الكود ده اكتب بس بشوي دوت إيه؟ بس. اما هنا كل ما تحتاج الكود ده بتضطر تكتبه ايه؟ كذا مره، صح ولا غلط؟ كل ما تحتاجه هتكتبه. اقفل بعد كده، راح قال لك شوف كده معلش اضرب في خمسه توتال على سبجكت في خمسه، هنا هتضطر تعدل كم مره؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ست مرات. هنا هتعدل كم مره؟ مره واحده في الاصل. خدت بالك؟ عشان كده الناس الشركات تقول لك ايه؟ انا اقدر اعدل لك الابلكيشن في لحظه، عشان مجرد ما عدل في الاصل هيسمع في الكل. الميزه الثانيه بقى انك لو اتطلب منك ابلكيشن ثاني ممكن تاخد الملف ده وزي ما هو كوبي في الابلكيشن الجديد وتشتغل عليه، وتزود بس الحاجات الجديده اللي قال لك عليها. هو عشان كده الشركات كلها تشتغل بيه، تلاقي الابلكيشن مثلا اللي هياخد شهر تلاقيه خد اسبوعين. ليه؟ عشان انت عندك حاجات قبل كده عاملها بطريقه الاو بي، هاتها وحطها وكمل شغلك عليها. اما لو كنت شغال بدي هتضطر تقعد تكتبها من ثاني وتظبطها من ثاني. دي فكره الاو بي. الاو بي بناخد فيها كذا حاجه، بناخد فيها حاجه اسمها كلاس او الفيلدز الاول، بناخد حاجه اسمها فيها اسمها بروبيتس، بناخد فيها حاجه اسمها معلش الاول الكلاس، بعد كده ميثود، بعد كده اوفر رايد، بعد كده بناخد حاجة اسمها انهيرتنس، بعد كده بناخد حاجة اسمها كونستراكتور. طيب ايه الكلاس؟ هو بشوي، هو ده بيتقال عليه كلاس، الحاوية، الحاوية دي بيتقال عليها كلاس. طيب ايه الفيلدز؟ فيلدز عبارة عن متغيرات داخل ذاكرة الرام، اللي هي الفاريبل، بس بيتقال عليها في طريقة الاو بي فيلدز، تمام. حضرتك هنا بيتقال عليك عميل في الجامعه، طالب، صح ولا غلط؟ في بنك عميل، لو لا قدر الله رحت مستشفى مريض، مع العلم الشخص واحد بس المسمى بتاعه بيختلف من منظمه للتانيه. هنا المتغير في الاو بي بيتقال عليه في طريقه السمبل كود بيتقال عليه، بس في الاخر المعنى واحد، تمام. طيب ايه البروبرتيز دي؟ بروبرتيز يعني خصائص، طبعا ولا تمس للمعنى باي صفه،
عشان كده قلت لك ما تترجمش ترجمه حرفيه. طيب كلمه خصائص معناها حضرتك وانت في الكلاس. خلينا هنا عشان نظهر على الفيديو. حضرتك وانت في الكلاس لو عملت متغير مخزن اسمه اكس ما ينفعش وديش دي، ده ملف اهو وده ملف تاني، ده الشاشه وده الكلاس اللي احنا اتفقنا عليه. حضرتك ده هنا متغير اسمه ايه؟ ما ينفعش تستخدم اكس هنا. ليه؟ قال لك عشان ده ملف وده ايه؟ ملف تاني. المتغير في عندنا لما تيجي تعرفه في حاجه اسمها بابليك وبرايفت. حضرتك لما تقول القلم ده بابليك ينفع يشتغل على اي في اي قاعه من قاعات المدرسه. لما تقول القلم ده برايفت ما يطلعش بره القاعده. حضرتك لما الفيلد دايما الديفولت بتاعه برايفت، برايفت جوه مين؟ يبقى ما ينفعش حد يستخدمه بره الكلاس، مستحيل. طب الفيلد ده قلنا عباره عن ايه؟ فاريبل. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مخزن. والمخزن ده فايدته؟ بنحط جواه حاجات داتا ونشيل منه. مين اللي هيحط؟ اليوزر من خلال الشاشه. طب ازاي اليوزر هياخد داتا من هنا ينقلها هنا وانت بتقول لي الاكس ما ينفعش حد ياكسس عليها؟ صح ولا غلط؟ مش هقول الكلام دلوقتي؟ المخزن الاكس دي عباره عن مخزن، وكلمه مخزن يعني مكان بنسجل فيه داتا، واللي بيحط الداتا المستخدم، زي ما بنخش على الفيسبوك بنسجل يوزر نيم وباسورد، ما هي دي داتا بتتاخد تتحط جوه الاكس. ما ينفعش حد ياخد داتا من هنا تتحط هنا. ليه؟ علشان ده برايفت، وكلمه برايفت ما ينفعش حد ياكسس عليه. قال لك امال بنعمل ايه؟ عشان كده ده اللي هيخلينا نخش على الناحيه الثانيه، البروبرتيز. البروبرتيز دي بتاع ايه بقى؟ قال لك البروبرتيز دي عباره عن وسيط ما بين المستخدم والمتغير، فيها حاجتين، حاجه اسمها جيت وحاجه اسمها ايه؟ لما تحب تدي حاجه للمتغير اديها لست، ست تديها له. لما تحب تجيب حاجه من المتغير قول لي الجيت وجيت تديها لك. اما حضرتك الشاشه ملهاش اي تعامل مع المتغير الداخل الكلاس بشكل مباشر، تمام؟ طب واحد يقول طب خلاص لما تعملها بابليك وتريحنا ليه عملتها برايفت؟ قال لك اعملها ما حدش يقول لك حاجه، وصح، بس ما تقولش انك شغال اوبي. خدت بالك؟ ما تقولش انك شغال اوبي بس، صح، وهتمشي والبرنامج هيشتغل، بس ما تجيبش سيره اوبي. ما تجيش لو انت شغال كده تقول انا عامل ابلكيشن بالاوبي، لا، الطريقه دي مش اوبي. طريقه الاوبي يقول لك ما تاكسس على الحاجه اللي جوه. خدت بالك؟ هي دي فكره الايه؟ البروبرتيز. البروبرتيز فايدتها وسيط ما بين الشاشه وما بين الكلاس. ان انا عشان لما احط حته داتا في المتغيرات تمام؟ لما احط داتا هي دي فكره البروبرتيز. تفتكر بقى البروبرتيز بابليك ولا برايفت؟ برايفت. طب ما لو برايفت لا ده ما لو برايفت يبقى عملنا ايه؟ هو لو برايفت هينفع تتعامل مع الملفين؟ لا طبعا، يبقى غصب عني وعنك لازم تبقى بابليك. ما هي لو برايفت ما عملتش حاجه، صح ولا غلط؟ هتبقى زيها زي الريزلت ما بتبانش. ايه؟ هي بتدي ما بتبقى، هي بتحطها بتجت وتست، بس لازم تبقى بابليك عشان هي الوسيط ما بين الايه؟ فهتشتغل في كام حته؟ في حتتين. خدت بالك؟ فبالتالي هتبقى بابليك. تمام؟ البروبرتيز ديت بنعمل محدش بيشوفها، هي جوه الكود، تبقى عباره عن شاشه اللي انت اللي بتبان قدام عينك، يوزر نيم ومين وباسورد. وحضرتك لما بتدوس ساين ان او لوجن ايه اللي بيحصل؟ بياخد اليوزر نيم وباسورد، المفروض بيحطها جوه متغيرات، جوه مخازن على الراب. المخازن دي لو انت شغال او بي بتكون موجوده في ملف جديد، ملف جوه البرمجه. فما ينفعش المبرمج وهو شغال ياخد قيمه من العنصر ده يحطها هنا، علشان دي بتبقى ايه؟ برايفت. طب امال ازاي؟ انا مضطر لازم اليوزر والباسورد يشيلوا القيم اللي دخلها المستخدم. قال لك في الحاله دي لازم تعمل حاجه اسمها جيت وست. عايز تدي حاجه لليو خلي التكست، تدي لست وده يديها لليو. عايز تجيب حاجه قول للجيت. انت كيوزر ما بتشوفهاش. هو انت دخلت على الفيسبوك حد يعرف الجيت شغال او بي ولا لا؟ تعرفه؟ لا. دي جوه في البرمجه. انت ما حدش بيشوفها، بس انت لما بتبقى مبرمج وبتبص على السورس كود تفهمها. تبقى عارف ان كنت شغال او بي ولا لا. طب ازاي بتبقى بابليك؟ ايه؟ بنعمل بنكتب كلمه بابليك. ما هو ده ما نيجي نشتغل بقى. تمام؟ انا بفهمك المعنى بس. تمام؟ بعد كده عندنا حاجه اسمها ميثود. ايه الميثود دي بقى؟ هي احمد.
بصوا على احمد كده، هي دي اتقال عليها مسج، اللي هي ايه اللي شايله مين؟ الكود نفسه. ممكن تعمل ميثود الثاني اسمها مينا ويكون فيها كود ايا كان الكود ايه. يعني هل الكلاس يحتوي على ميثود واحده؟ لا، ان شاء الله على 20 ميثود. تمام. الميزه بقى في الكلاس انه بيقسم شغلك. لو انت طلب منك ابلكيشن للمركز، المركز ده عندنا متقسم لكذا حاجه: خدمه عملاء حضراتكم، حجوزات حضراتكم، انستراكتور اللي هو واحده، تمام، الموظفين اللي هم الموظفين اللي تحت، خدت بالك الحسابات. عندك كام تراك؟ كل تراك باع بايه؟ بقصصه، صح ولا غلط؟ لو شغال سيمبل كود هتلاقي كل الاكواد في ملف واحد، كل الاكواد بتاعت المحاسبه بتاعت خدمه العملاء بتاع كل حاجه في ملف واحد. لو حصل ايرور تقعد تدور قد ايه؟ كتير جدا. اما لو كنت شغال او بي، انت عندك كام تراك؟ تعمل خمسه كلاس، يبقى كل واحده بايه؟ باكواد. حصل ايرور في خدمه العملاء اروح للملف بتاع خدمه العملاء. لما يبقى اسهل لي، عشان كده قلت لك بلاش اقول 95%، لا 100%، والله الشركات كلها شغاله اوبي. تمام. وعشان كده احنا نص الكورس هيبقى اوبي، نص الكورس كله هيبقى اوبي. خلاص انت، وغير كده انك ممكن الكلاسز دي تاخدها في اكتر من ابلكيشن. طيب نيجي بعد كده عندنا حاجه اسمها اوفر رايد. ايه الاوفر رايد دي بقى؟ بص يا باشا، حضرتك عندك ميثود اسمها ايه؟ تعمل ميثود كمان هنا وتسميها احمد. اذا اتنين نفس الاسم قال لك دي بيسموها اوفر رايد. الحركه دي بتقال عليها اوفر رايد، لما تعمل اتنين ميثود نفس ايه بس بيختلفوا في بعض الحاجات، ساعتها هنقول عليها حاجه اسمها بارامتر. لا مش الكود، حاجه اسمها بارامتر. الحركه دي لما تلاقي اتنين ميثود نفس الاسم الحركه دي بتقال عليها اوفر رايد. انت ما حدش بيشوفها. لما تربط ما بين جهازين الحركه دي بتقال عليها نتورك. حد بيشوفها؟ لا. حاجه معنويه نفس الكلام. لما تعمل كلاس، كلاس ده فيه كود اسمه احمد، في كلوز كود تاني اسمه ايمن، وفي كود تالت اسمه ايمن، كودين اسمهم ايمن. الحركه دي بتسمى اوفر ومقبوله، بس مقبوله بشويه شروط معينه. تمام. تيجي بعد كده عندك حاجه اسمها انهيرتنس. انهيرتنس يعني توريث. لما اجي اتخضم الشكل نفسها، خلينا نعمل ايه؟ لو حضرتك عندك هنا كلاس لخدمه عملاء، كلاس للانستراكتور، كلاس للموظفين، وكلاس الحسابات، الفاينانس، الاتش ار، تمام، الستاف، الكاستمر. حضرتك كلاس الكاستمر ده في حاجة هنا كود اسمه بيحسب البروفيت. اكيد مش انت بتدفع ثمن كورس، صح ولا غلط؟ فبالتالي ده فلوس داخله المركز، صح ولا غلط؟ عن طريق الكورسات، وفي كود بيعمل الكلام ده ايا كان هو الكود وات ايفر. الستاف هل بيدفعوا فلوس ولا بياخدوا؟ بياخدوا، يبقى معنى كده في سالري، وفي كود للمرتبات وات ايفر ايا كان الكود. والاتش ار برضه بياخدوا سالري، وبرضه ايا كان الكود. وفي كود تاني بيحسب الاستقطاعات والخصومات والبونص، صح ولا غلط؟ البونص والديسكاونت. تمام. المحاسبه الحسابات بيعمل ايه؟ بيجمع كل ده ويطلع صافي الدخل، صح؟ المفروض بيحصل كده. لو انت هنا شغال عادي، طبعا انت مضطر عايز هتقبض كام وهتخصم كام وهتقبض الانستراكتور كام وهتخدت كام من العملاء. لو انت شغال بقى بطريقه عاديه تقدر تاخد دول كده، تروح حاططها هنا، تروح واخد ده وحاططها هنا، تروح واخد ده وحاططها هنا، تروح واخد ده وحاططها هنا، صح كده؟ هتجمعهم كلهم هنا عشان كل الحسابات عايزه الكلام ده كله. يبقى انت مش شغال او بي. الاو بي قالب بي او بي تمنع تكرار اساسا. قالب بي او بي تقول لك ما كررش كود. انت هنا كررت 200 كود، يبقى انت مش شغال او بي. طب العمل؟ قال لك الحل ان انت تخلي الفاينانس تورث منهم. دي اسمها انهيرتنس. لما يكون عندك كلاس عايز ياخد الكود ده اهو،
وعايز ياخد الكود ده وعايز ياخد الكود ده وعايز ياخد الكود ده، بس بدل ما يتكتب هنا دي اسمها انهيرتنس، بيورث. تمام؟ انهيرتنس تمام، بيورث مني. دي بيستفاد في ايه؟ في عدم تكرار الكود. وغير كده كمان انا لو عدلت هنا اوتوماتيك الحسابات تتعدل، مش لازم استنى اما ابعت للحسابات عشان تتعدل. افرض انت عدلت ونسيت تبلغ الحسابات، انا مشغل الكود في الكلاس بتاعه خلاص، بيسموها مين كلاس وسب كلاس، اللي هو البيرنت والايه والسب كلاس. تمام؟ طيب الكلاس الواحد بيورث من كلاس واحد بس. طب انا دلوقتي الفاينانس عايز مين ومين ومين؟ عايز الاربعه. قال لك الكلاس ما بيورث غير من كام واحد؟ ازاي بقى نعمل ايه حلها؟ الكلاس ما بيورث غير من واحد، من كلاس واحد. واحده عامل لها لوب، احمد واحمد ما عملش واحده عامل لها لوب. انا عامل اربعه كلاس اهو، ثلاثه كلاس اهو، عايز ده ياخد من دول، وانت بتقول ان الكلاس ما ياخدش غير، بس هو يقدر ياخد من اكتر من واحد. ايوه ما ياخدش، لا الكلاس ما يورث غير من كلاس واحد. نعمل ايه؟ لو عملت بتاع مودرن خدت جافا وخدت الحاجات دي ايه؟ يمكن كده عشان اندرويد. قول يا باشمهندس اسمك ايه؟ خليل. طب قول قول. في السي بلس بلس ينفع يورث من الثلاثة؟ يورث من الثلاثة؟ لا. خالص مفيش لغة برمجة يورث. طريقة سهلة على فكرة، مالهاش علاقة بالبرمجة. مالهاش علاقة بالبرمجة. هي فكرة. الكلاس ما يورث غير من كام واحد؟ ده بنعمل ايه؟ تبقى أربع مرات. أيوة. تعمل بس ورث الستاف من مين؟ والاتش ار من مين؟ من الستاف. واللي فاينانس منين؟ يبقى بالتالي الفاينانس ورث من الاتش ار والستاف وكاس. بس مالهاش علاقه بالبرمجه. فكره كتير جدا هتلاقي شغالين كده، مش كل حاجه هتبقى بروجرامنج خالص. ما انت لما تورث الاتش ار بيورث من الستاف، يبقى كانه خد كل اللي في مين، والستاف بيورث من مين؟ من القسم. انت كل خد كل اللي في القسمه، فبالتالي لما الفاينانس ورث من اتش ار اكنه ورث من الثلاثه. خدت بالك؟ خدت بالك دي فكره الايه؟ الانهيرتنس. نيجي بعد كده عندنا حاجه اسمها ايه؟ الكونستراكتور عباره عن ميثود. ميثود زي مين؟ زي السالري او الكارك بروفيت. بس قال لك الميثود دي لازم تكون، كمل، لازم تكون، ما مش دايما كاستمر جدع، لازم تكون اسمها نفس اسم الكلاس، عباره عن كود ميثود جوه الكلاس، بس يكون اسمها نفس اسم. اول لما تلاقي كود جوه كلاس اسمه نفس اسم الكلاس ده اوتوماتيك يطلع لك كونستراكتور. طب ايه صف دي اول صفه ايه ميزته؟ انه بيتنفس تلقائي مع تشغيل الكلاس. فاكر لما ناديت احمد قلت بشوي دوت ايه؟ ولما تحب تنادي كالك بروفيت هتقول كاستمر دوت. لما تحب تنادي دي قول كاستمر بس، مش محتاج تقول كاستمر دوت كاستمر. بتتنفس تلقائي مع تشغيل الكلاس. دي فكره الكونستراكتور، بيتقال عليها كونستراكتور. ايه صفاتها؟ لازم تكون اسمها نفس اسم الكلاس. تمام؟ ده فكر الاو بي. بعد كده تو ستوب الف سؤال. الاوفر رايد لما يكون ميثود اسمها تتكرر مره ثانيه. يعني هنا بص يا باش مهندس اسمك ايه؟ اسراء. هنا في ميثود اسمها ايه؟ سالري. لما اعمل ميثود كمان اسمها سالري في نفس الكلاس، الحركه دي عليها اوفر رايد في نفس الكلاس، بس مع اختلاف حاجه اسمها برامتر. بس دي لما نيجي ساعتها نشتغل. بس الاوفر رايد معناها ايه؟ اتنين ميثود بنفس الايه؟ في نفس الكلاس. فاهمه؟ الاوفر لود ديت قريبه منها، بس بيكون الميثود بروتكتد. يعني ايه بروتكتد؟ هنبقى نتكلم فيه. بس بيكون نفس المعنى، الاثنين زي بعض. بروتكتد دي ما ينفعش حد ياكسس عليها من بره ولا يعدل فيها. قول. عندي معلومه ان الاوفر لود هو
اختلاف. حلو. في الاوفرلود بقى بنزود حاجه اسمها بروتكتد. انا قلت لك نفس المعنى بس بنزود حاجه اسمها بروتكتد عليها. ايه بروتكتد دي؟ معناها انك تستخدم الميثود بس ما ينفعش التعديل فيها. بتستخدم الميثود از ات از زي ما هي بالظبط. انا ممكن استخدم الميثود واعدل فيها، وممكن استخدم الميثود غصب عنك هي دي مش عاجبك ما تستخدمهاش. دي بيسموها بروتكتد. تمام. طيب كده جافا البيزكس خلصت. تمام. هنخش بقى فين؟ في الشغل بقى. كل ده هنقعد نشرح امثله على الاندرويد. على الاندرويد يعني هنا من اول المحاضره الجايه بشرح على الاندرويد. كل الكلام ده هتشرح على اندرويد، ما بشرحش على نيت بينز عشان في ناس قبل كده خدت كورس هنا وما بتشرح على نيت بينز. لا، النيت بينز ده بيعمل برامج شركات، فهتلاقي طريقه التعامل معاه البرمجه واحده بس طريقه التعامل معاه مختلفه عن الاندرويد. فهتلاقيني في نص الكورس اقول لك انسى كل اللي فات. طب وانت شرحته ليه؟ فضيع وقت من الكورس. فاحنا هنعمل ايه؟ من اول محاضره نشرح اندرويد بكل الكلام ده كله. الجزء الثاني بقى من الكورس جزء بقى انك نبدا نعمل بروجكت. طيب عشان تعمل بروجكت هنبدا نخش في حاجه اسمها داتابيز. داتابيز ده مكان بنسجل فيه بيانات تمام بصفه مستديمه لحد ما انت تحب تمسحها. تمام. عشان تعمل داتابيز لازم تمر بكذا حاجه. اول حاجه اسمها الاناليسيس. ايه الاناليسيس ديت؟ الاناليسيس دي بتخش في حاجه اسمها ريكويرمنت، بعد كده حاجه اسمها اي ار دي، حاجه اسمها ريليشن سكيم، بعد كده بتبدا تصمم الداتابيز. عشان تبني داتابيز اولا كلمه قاعده بيانات دي مكان بنسجل جواه داتا، هو ده اسمها قاعده بيانات. النهارده لما تمسك السوق تلاقي سوبر ماركت تحت البيت تلاقيه بيعمل ايه؟ بقى بيسجل البيانات جوه فين؟ على الكمبيوتر. هو بالنسبه له كلمه عامه. الصيدليه بقى بتسجل بيانات على الكمبيوتر. انت بقى كمبرمج فين على الكمبيوتر؟ جوه حاجه اسمها داتابيز. تمام؟ جوه حاجه اسمها قاعده بيانات. طب عشان تبدا تعمل قاعده بيانات رقم واحد لازم تروح تقعد مع الريت وتتكلم معاه ويحكي لك الوضع. دي بيسموها ريكوايرمنت، تجمع متطلبات العميل. بعد ما تقعد مع العميل مثلا هتعمل ابلكيشن لعياده هيقول لك والله انا عند المريض، بيبقى ليه ملف. بعد كده بيجي يقدر يحجز، بعد ما يحجز يقدر يكشف، بعد ما يكشف يبقى ليه استشاره. بس خد بالك ما ينفعش ياخد استشاره الا لما يكون كشف عندي قبل كده وما يكونش عدى عليا اسبوع، مش ده بيحصل؟ بعد كده يجي يقدر يحجز تاني، بيقعد يحكي لك الوضع بالبلدي. انت بتاخد الريكويرمنت ديت تعمل رسمه اسمها اي ار دي. بترسم رسمه اسمها اي ار دي، اختصار انتيتي ريليشن شيب دايجرام. بعد كده بترسم رسمه تاني اسمها ار اس، اختصار ريليشن سكيما. طيب ايه فايده الرسمتين دول؟ عشان تقدر تبني قاعده البيانات. شفت لما يكون عندك حته ارض وعايز تبنيها مش بتجيب مهندس تقعد تقول له هنا ابني بسين وهنا ابني جاردن وهنا اعمل طرقه وهنا اعمل اوضه كبيره وهنا اعمل مش عارف ايه وهنا اعمل حمام كذا وتقعد تحكي له. هو يروح البيت يعمل ايه؟ يمسك اللوحه ويقعد يرسم صح؟ وفي الاخر يديها للمقاول ينفذ الرسمه. لو طلعت غلط المبنى هيطلع بالغلط فبالتالي هيقع بالغلط. نفس القصه وانت بتبني بروجكت لازم تاخد الاناليسيس. اهم خطوه الريكوايرمنت والاي ار دي والار اس يترسموا صح. علشان كده انا لما بعمل اي بروجكت الاناليسيس دي ما بعملهاش لوحدي. بعد ما بعملها بروح باعتها على جروب انا واصحابي. تمام. بروح باعتها يا جماعه شوفوا دي، بيبقى ليهم كذا اراء. عشان كده ما ينفعش اعمل اناليسيس لوحدي، لازم بناخد اراء بعض. لما ساعه البروجكت واحنا قاعدين هتلاقينا كل واحد طالع بايه؟ بفكره. لا طب ما الحته دي ممكن يتضاف عليها كذا كذا كذا، طب ما انا ممكن في العياده اضيف كذا كذا كذا. فبتلاقي ايه؟ الاناليسيس بتكبر. فده مهم جدا. الاناليسيس لو اتبنت غلط الداتابيس تتبني غلط. الداتابيس دي فائدتها ايه؟ مكان بنسجل جواه بيانات. ايه البرامج اللي بتستخدم في انشاء قاعده بيانات؟ واحد اكسس، وده مستبعد استخدامه. الاكسس ما بيدعمش شبكه. وانت النهارده على الموبايل تقدر تفتحه من امريكا وتقدر تفتحه من الفيوم وتقدر تفتحه من بنا وتقدر تفتحه من المعادي. يبقى معنى كده نتورك. الاكسس ما بيدعمش النتورك. فما ينفعش اعمل ايه؟ اشتغل بالاكسس، مستحيل. هنخش في برامج ثانيه. ايه؟ سيكوال سيرفر وماي سيكوال واوريكل. طبعا اوريكل استبعده. لا اوريكل عشان اللايسنس بتاعته غاليه. لو عملت ابلكيشن اوريكل اللايسنس بتستارت من 200,000. عشان كده تلاقي كل اللي شغالين اوريكل شركات التوب. طلعت مصطفى تمام، البنوك كلها بلا استثناء شغاله اوريكل. طبعا هو مو سكيور جدا جدا جدا
وسريع جدا جدا، وحجم البيانات يشيل بالهبل. تمام. السيكوال سيرفر وماي سيكوال حلوين على فكره، سوق وجوميا قايمين على سيكوال سيرفر وماي سيكوال. فاكرين موقع الثانويه العامه اللي دخلتوا عليه؟ معمول بالسيكوال سيرفر، معمول عندنا في الكليه بالسيكوال سيرفر. فده تخيل لموقع الثانويه العامه، يعني مش جايب داتا كتير، بس سيكوال سيرفر حاجه كويسه جدا. شوفوا حابين تشتغلوا سيكوال سيرفر ولا ماي سيكوال اللي عجبكم. تمام. ممكن نشتغل سيكوال سيرفر وفي اخر البروجكت تحولك الشغل كله ماي سيكوال، سطرين كود بس، يبقى اشتغلت الاثنين. تمام. تمام. طيب بعد كده، بعد ما بتصمم قاعده البيانات بتبدا تبني الابلكيشن بتاعك. الابلكيشن بتاعك بقى بتبدا ايه؟ تبدا بقى تشوف السيستم بتاعك. اول حاجه طبعا بتعمل خدمه ريجستريشن، وبعد كده خدمه لوجن. بعد ما يدخل يشوف ايه الخدمات اللي هتتعرض، بعد ما تتعرض تشوف تخش على الخدمه يجيب تفاصيلها تقدر تحجز. بعد كده واحنا شغالين بناخد الجوجل مابس. الجوجل مابس ازاي بتتعامل مع خدمات جوجل بالذات بتاع جوجل مابس؟ عندنا على فكره ثلاث ارباع خدماتنا على اندرويد من جوجل. تمام. جوجل مابس ايه فكرته بقى؟ اول حاجه هناخد فيه كذا حاجه. واحد، ازاي نحط لوكيشن على الماب، وده بيسمى ستاتيك لوكيشن. يعني مثلا لو بتعمل ابلكيشن لمركز زيت، طرقه ثابته ولا متغيره؟ اماكنها بتتغير، يبقى دي اسمها ستاتيك لوكيشن. كنا زمان بنعملها بنقعد نكتب في صفحه اسمها راوند اس، يقول لك الفرع الاول فرع الهرم 12 شارع كذا 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 كذا، متفرع من شارع كذا، ويقول لك قصه. النهارده لا، مكانهم صح غلط، ده اسمه ستاتيك لوكيشن. بعد كده ازاي نجيب الكرنت لوكيشن، مكاني، سواء بقى في المعادي جبل المعادي، في الصعيد جبل الصعيد، في امريكا جبل امريكا، في اي حته يقول لي مكانك ويعمل حوالي ده. تمام. بعد كده ازاي اعمل سيرش في الماب، شفت السيرش بتاع جي بي اس ازاي تبرمجها وتقدر ايه تتعامل معاه، ازاي احط نقطه وارسم نقطه ويرسم الايه الطريق بتاعه. عشان تتعامل مع الماب، مع الماب لازم محتاج حاجتين، حاجه اسمها لاتيتيود ولونجيتيود. حاجه اسمها لاتيتيود ولونجيتيود. لاتيتيود ولونجيتيود اللي هي خطوط الطول والعرض اللي احنا كنا بناخدها زمان في الهندسه، اللي هي اكس وواي على بعد س كذا وعلى بعد ص كذا. تمام معايا استاذه؟ تمام. على بعد س وص اكس وواي، خدت بالك؟ فدي بتبعد عن طريق الايه بالنسبه للاريا دي، لا في الكره الارضيه مع خط جرينتش وخط الاستواء. طبعا عشان تجيب اي مكان لازم محتاج اللات واللونج. طب اجيب اللات واللونج منين؟ اكيد مش هتطلع الكره الارضيه وتشد متر من خط جرينتش. عندك في موقع اسمه جي بي اس كوردينيتس، الموقع ده بيجيب لك الكره الارضيه وبيجيب لك المنطقه اللي انت فيها. لو وقفت على اي مكان في الموقع ده، تمام، هنرسم لك، هجيب لك دلوقتي الماب الخريطه، هيجيب لك الاحداثيات، هيجيب لك الاحداثيات بتاعتها. الاحداثيات بتاعتها هي اللي اللات ومين واللون. ازاي ابعت الكرنت لوكيشن زي ما بيعملها الواتس اب؟ ازاي طبعا عشان تبعت الكرنت لوكيشن لازم يكون معاك اكس واي بتاعتهم اللي هي اللات واللون. ازاي تعمل معاه؟ ازاي لما اضغط على الماب يحط ايه؟ ماركر. عارفين زي ما بيعملها اوبر وكريم؟ مش بتقول انا عايز اروح من هنا لهنا؟ ازاي نتعامل معاه؟ تمام؟ ازاي لما اضغط على كده يعمل ماركر؟ هتفتح الماب هنا دلوقتي. ده فكره التعامل مع الماب. الماب ده شغله حلو جدا جدا، ولما يتحط في ابلكيشن بيدي قيمه للابلكيشن. بعد كده عقبال لما يفتح واحنا شغالين هيقولنا هنبني قاعده ايه؟ بيانات. بمناسبه قاعده البيانات، عندنا عشان تبني قاعده بيانات عندنا طريقتين، يا تبنيها اوف لاين يا تبنيها اون لاين. كلمه اوف لاين يعني تبنيها على الجهاز ده. طب عشان الناس تشتغل وتمسك الابلكيشن بعد ما تخلصه وتبعته للناس، علشان تفتح الابلكيشن لازم تيجي القاعده دي وتقعد وتخش من شبكه الواي فاي اللي داخل بيها الجهاز ده. ده منطق؟ يعني تعمل ابلكيشن عشان الناس تفتحه وتيجي تحت البيت عندك؟ لا طبعا، صح ولا غلط؟ طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بعد ما بنبني قاعده البيانات لازم الابلكيشن ده يتحط على جهاز، الجهاز ده شغال 24 ساعة، الداتا بيز مش الابلكيشن، الداتا بيز قاعدة البيانات اللي فيها الداتا لازم تتحط على جهاز، الجهاز ده شغال 24 ساعة ما يطفيش. عمرك دخلت على فيسبوك لقيته مقفول؟ لا، بس دخلت بالليل الفجر الساعة 2 بالليل الساعة الظهر 6 الصبح مفتوح وتمام. فلازم الجهاز شغال 24 ساعة. الجهاز اللي شغال 24 ساعة ده بيكون عليه سيرفر، بيكون عليه شغلك، ده بيتسمى سيرفر. السيرفر ده عبارة عن مكنة بس، جهاز بس من غير شاشه. الجهاز ده بيبقى امكانياته عاليه جدا، لك ان تتخيل جهاز شغال 24 ساعه، لك ان تتخيل جهاز بيدخل عليه اكتر من واحد في نفس الوقت. فانت انت اجهزتنا لما بتشغل ست برامج مع بعض بتقع. فما ينفعش اجهزتنا. تمام؟ فاجهزتنا بتبقى ايه؟ ما ينفعش تبقى سيرفر. جهازك هنسيبه 24 ساعه شغال؟ طول العمر. تمام؟ جهازك هيقبل اكتر من اكسس في نفس الوقت؟
لا محتاج رامات عالية جدا. مينيمم سعر السيرفرات بتبقى 80,000 50,000. لسه شارين سيرفرات في الجامعة 3 سيرفر، سيرفر ب 160,000 جنيه عشان يستحمل العدد اللي عندنا في الكلية. طب ليه اشترينا 3 وما ينفعش اشغل واحد 24 ساعة؟ بقعد اعمل ايه؟ ابدل عشان ما ابوظ الدنيا، هخسر واحد ب 160,000. خدت بالك؟ فما ينفعش اشتري سيرفر واحد. قالك طب معنى كده لما اجي اعمل ابلكيشن بتاعي اروح ادفع 160,000، انزل اسحب فلوس من كورس اندرويد وامشي. تمام؟ طب العمل قالك بتحجز سيرفر، بتأجر سيرفر. بتأجر سيرفر، في مواقع بتأجر سيرفرات كتير جدا وبتأجرها بالسنة. في موقع اسمه جو دادي. طبعا ملوش علاقة ببابا خالص، هو اسمه جو دادي، اسمه كده. تمام؟ السيرفر ده هيفتح دلوقتي، تقدر تأجر من عليه. طبعا النت مهبب بشكل. تقدر تأجر من عليه لمدة سنة. السنة على جو دادي ب 920 جنيه. السنة السيرفر عشان تعمل السيرفر ب 920 جنيه. وبتحملها على العميل مش عليك. يعني كان الابلكيشن هيتكلف 6 7، انت بتخش فيه ليه 8 عشان في سيرفرات، في سيرفر بتحجز له سيرفر وكذا. تمام؟ طب لو عايز تحجز، في ناس تقول لك لا، يعني مكان مثلا وزارة العدل يوم ما عملت الشغل معاها قالت لك لا سيرفراتنا عندنا. فبيعمل ايه؟ فاشتروا سيرفر وحطوه عندهم في المكتب عندهم. في اوضه اسمها اوضه سيرفرات، التكييف شغال 24 ساعه فيها. تمام؟ وما ينفعش البني ادم يدخل، يقول لك البني ادم بيطلع حراره هتسخن الاجهزه، ممنوع الاوضه دي، ممنوع دخول اساسا. بيسموها السيرفر روم دايما. طب السيرفر ده شغال 24 ساعه عشان تتعامل مع السيرفر بالطريقه ديت، انت هتقدر تاكسس عليه من امريكا ومن هنا، بتاخد حاجه اسمها ستاتيك اي بي. يعني الكلام ده لو كنت هتشتري سيرفر تاخد ستاتيك اي بي من شركه دي داتا ب 10 جنيه في الشهر، وبتحطه على السيرفر بتاعك، يبقى السيرفر بتاعك شغال 24 ساعه. طبعا انت في القصه دي صعب جدا بتعمل، بتعملش كل فين وفين، والشركات كبيره جدا، يعني في عمري ما بتشغل مرتين مع دار القضاء العالي ومع شركه سيلا بتاعت زيت سيلا. زيت سيلا شركه راس مالها 100 مليون جنيه، فبتتكلم تقدر تدفع ايه يعني 100,000 جنيه لما تشتري سيرفرات؟ فاهمني؟ فسهله بالنسبه لك. اما ما تجيش مثلا بتعمل سوبر ماركت وتقول له هات 160,000 جنيه عشان تعمل السيرفر، اكيد لا. فانت بتخش على ايه؟ سيرفر جو دادي. سيرفر جو دادي ده بيحجز ايه؟ سيرفرات ب 920 جنيه. ده عشان تخلي الابلكيشن بتاعك يتفتح من اي من اي مكان. طب احنا هنا هنحجز السيرفر؟ لا، احنا نخش على موقع سمارتر اي سي دوت نت، بيدينا سيرفر لمده 60 يوم. بيدينا سيرفر لمده فري لمده 60 يوم، وده اللي هنشتغل عليه. تمام؟ طيب نيجي بعد كده. واحنا بنشتغل بقى بنحجز السيرفر ده، خلاص خش على جوجل ماب، تبدا بقى تتعامل مع جوجل ماب بالتعامل اللي احنا قلنا عليه. بعد كده نبدا نتعامل مع الكاميرا، مع الديفايسز بقى، ازاي نتعامل مع الكاميرا؟ ازاي نتعامل مع الجاليري؟ ازاي نتعامل مع الواي فاي؟ ازاي نتعامل مع الموبايل داتا؟ ازاي نتعامل مع البلوتوث؟ ازاي نتعامل مع الكونتاكت؟ تمام؟ شفت الواتساب؟ مش تقدر تفتح نقدر نتعامل مع الكاميرا، لو في بصمه نقدر نتعامل، نقدر نتعامل معاها. شفت الواتساب؟ مش تقدر تفتح الكاميرا صح؟ ولما بتصور ايه اللي بيحصل؟ الصوره بتظهر لك وتظهر لك على الواتساب. ازاي نعمل حركه زي كده؟ افتح الكاميرا من الابلكيشن اللي انت عملته ويصور والصوره تيجي على الابلكيشن بتاعي، مش لازم اخش من الجاليري اختار. تمام؟ ازاي نتعامل؟ ازاي افتح الواي فاي من الابلكيشن بتاعي؟ ازاي اقفل الواي فاي؟ ازاي افتح البلوتوث؟ ازاي افتح الكونتاكت؟ ازاي افتح الايه البلوتوث؟ ازاي اتعامل مع الديفايسز والسنسور اللي قال عليها الباشمهندس؟ تمام. ازاي اتعامل مع الفيديو؟ ازاي اتعامل مع الديت والتايم؟ الديت والتايم اللي هي ازاي اتعامل مع الكالندر زي كده. تمام. ازاي اتعامل مع حاجه اسمها ويب فيو؟ ايه الويب فيو دي؟ حضرتك النهارده عامل ابلكيشن وعايز تعرض عليه موقع شركتك، لينك يفتح موقع الشركه صح؟ في ناس تقول لك ايه؟ اضغط على اللينك يروح فاتح جوجل ماب ويفتح لك ايه؟ دايما علم التسويق يقول لك ايه؟ ما تخرجش العميل بره الابلكيشن ده. شغل الماركتنج يقول لك لا، اوعى تخرج العميل بره الابلكيشن ده. خلي العميل دايما فين؟ عايز تفتح له حاجه افتحها له جوه. تمام؟ احنا لما بنيجي نخش على الفيسبوك وعجبنا اعلان لسوق ودخلنا على سوق بنعمل ايه؟ بننسى سوق، بننسى فيسبوك. هو عملها براوزنج جوه. ايوه بس كنا الاول بيعمل ايه؟ بيطلعنا بره، فانا بنسى فيسبوك. ده في علم الماركتنج يقول لك لا، انت بتخسر عميل. انت بتعمل موبايل ابلكيشن ليه؟ ماركتنج. فيقول لك لا، انت كده بتخسر عملاء. ف
فالويب فيو تقول لك ايه؟ افتح لك الموقع جوه الابلكيشن. حلوه جدا الحركه دي، تمام. طيب بعد كده عندنا انت طالما فتحت الحاجات دي كده ازاي تتعامل بقى ايه؟ عندك بتتعامل مع ملفات، فيديو، جاليري، صوره، تمام. طب دلوقتي مش انت لما بتخش على موقع اوتلو بتلاقي صور المطاعم، صح ولا غلط؟ صور المطاعم دي متسجله، وطالما متسجله في صفحه مستديمه ولا مؤقته؟ مستديمه، يعني متسجله في داتابيس. قال لك ما ينفعش اسجل ملفات جوه قاعده بيانات. مش ما ينفعش، غلط ان اسجل بيانات جوه قاعده بيانات ملفات. ليه؟ حجم الملفات تقيل، فلما الملفات تتقل، تمام، هتخلي الداتابيز ايه؟ تقيله، فهتلاقي الابلكيشن تقيل. سجلنا في مره شيء صوره، والله العظيم كانت صوره واحده خدت 800 سطر، كانت صوره مساحتها 1 ميجا، خدت 800 سطر في الداتابيز. عارف يعني 800 سطر؟ عارف لو 5 صور هتاخد 4000 سطر في الداتابيز، تبقى تقيله جدا. ما بالك بقى لو ابلكيشن زي انستجرام مليان صور، صح ولا غلط؟ في الحاله دي ان شاء الله يا ربي عايز اقول لك، يوم ما عملنا سيرش في الداتابيز والله العظيم الداتابيز خدت 8 ثواني عقبال ما ردت عليها. على فكره 8 ثواني كتير جدا، كتير جدا. جوجل لما بتبحث فيها بتاخد وقت، عشان عايز اقول لك 8 ثواني ده كتير جدا. كنا بنعمل سيستم لبنك الدم وبنعمل تعديل عليهم، لما بحثنا جوه قاعده بيانات وعايزين نجيب الناس اللي اتبرعوا في منطقه الهرم، والله العظيم قعدت تلت ساعه عقبال ما قاعده البيانات ردت بالداتا. قلنا السيستم ده فظيع وفاشل، اقعد تلت ساعه عشان ابحث على داتا. ليه؟ كان في جواه حاجات كتير جدا مبنيه غلط، اللي بنى الداتا بيس بناها غلط، فهي ده اللي عملت الحركه دي. وكان غير كده انها فيها ملفات بقى قد كده، ما تسجلش ملفات جوه الداتا بيس. امال بنحجز سيرفر اسمه فاير بيس. فاير بيس ده نزل شهر 1/2016. فاير بيس ده عباره عن سيرفر، السيرفر ده بيسجل عليه بيانات وملفات، بس احنا هنستخدم سيرفر لقاعده البيانات بتاعتنا اللي انا قلت عليه اسمه سمارتر، مش هنستخدم الفاير بيس. الفاير بيس هنستخدمه للملفات. ليه؟ طب ما انت بتقول داتا اهو، طب ما تخلي سيرفر واحد وتريحني. قال لك الفاير بيس مش ماشي بمبادئ الداتا بيس. قالت ب مبادئ الداتا بيس، مين درس الداتا بيس هنا؟ اكيد انت درست. قالت ب هو اكيد درست، ما درستش حاجه في الجامعه. قالت ب داتا بيس، تمام، برايمري كي وفورين كي. قالت ب داتا بيس كده معناها ايه؟ حاجه اسمها مفتاح رئيسي ومفتاح خارجي. كلمه مفتاح رئيسي افتكرتها؟ كلمه هي في الداتا بيس عموما. تمام؟ طيب البرايمري كي معناها ان حاجه ما ينفعش تتكرر. ينفع اسجل اثنين طلبه بنفس رقم الجلوس؟ لا، الداتا بيس ترفض، الفاير بيس يبقى. خدت بالك؟ ينفع اسجل عربيتين بنفس رقم اللوحه؟ الداتا بيس ترفضها، الفاير بيس يبقى. علشان كده الفاير بيس يقول لك ما تسجلش عليه بيانات، علشان هيعمل لك دوبليكيت بالهبل، فابعد عنه. فتتعامل عشان هو مش ماشي بمبادئ قاعده البيانات. مبادئ الداتا بيس ليها مبادئ كده. ايه الفورين كي؟ الفورين كي معناها لو انت عندك جدول الطلاب وجدول الكليه، لو بتسجل طالب في جامعه عندنا في القاهره وبتسجل طالب او طالبه اسمها سلمى في كليه التربيه، يقول لك تم تسجيل الطالب بهذه الحاله. وجامعه القاهره اساسا ما فيهاش كليه تربيه، ما عندناش احنا كليه تربيه في الجامعه اساسا، التربيه دي في حلوان. ازاي قبل تسجيلها؟ قال لك عشان انت مش رابط ما بين الطلاب والكليه. لو كنت رابط كان هيقول لك عفوا، لا بص تسجيل الطالب عشان الكليه دي مش موجوده. تمام؟ دي الحاجه اللي بتسمى فورين كي، مفتاح خارجي، يعني بتربط ما بين الجداول ببعضها. ما ينفعش تيجي تقول ايمن بيدي كورس ايفون، واساسا ما فيش كورس ايفون في المدرسه. ازاي ايمن بيدي كورس ايفون؟ ما ينفعش تطلع فاتوره، تمام، من سوبر ماركت تلاقي فيها مكتوب سامسونج ايدج ب 7000 جنيه، والسوبر ماركت ما بيبيعش سامسونج، ما بيبيعش تليفونات. الفاتوره دي طلعت ازاي؟ قال لك ما عشان سيادتك مش عامل علاقه ما بين، مش عامل فورين كي ما بين الفاتوره وما بين الايه؟ المنتج. اما لو كنت عامل كان هيقول لك لا. الحاجه اللي تدخل واللي تطلع منين؟ من السيستم. هو ده اسمه فورين كي. الفاير بيس ولا فيه الكلام ده كله. الفاير بيس بيسجل داتا حلو بس، وبيسجل ملفات. احنا هنستخدمه في حته مين؟ الملفات. طيب ليه نزلوه؟ الفاير بيس فيه ميزه رهيبه مش موجوده ولا هتلاقيها ولا عمرك هتلاقيها عند حد تاني. في حاجه اسمها داتا بيس ريال تايم. الفاير بيس يوم ما نزل، اول لما نزل داتا بيس ريال تايم، اول لما نزل نزل في شهر 1/2016، وراحت شركه جوجل، تبع شركه جوجل عادي، راحت شركه جوجل عملت ايه؟ راحت نزلت
توتوريال لي ان تبني موبايل ابلكيشن شاتنج شات زي الواتساب بالظبط. حتى عندنا الطلبه كلها بيبنوا موبايل شاتنج وعاملين ابلكيشن شاتنج. يعني انت ممكن تعمل ابلكيشن شاتنج منهم وتستبعد الواتساب وتعمل زي الواتساب بالظبط. تمام. طب ايه كان هدفها انها بتعمل شاتنج؟ عايزه تقول لك ان الداتا اللي بتتسجل في الفاير بيز داتا ليس لها علاقه ببعضها. ساعات وانا بتكلم انا وانت على الشات اقول لك ايه، نتكلم في السياحه، نتكلم في السياسه، نتكلم في الطب، نتكلم في الكوره، نتكلم في الافلام، صح ولا غلط؟ مالهمش علاقه ببعض. وبنتكلم على ايش؟ صح ولا غلط؟ عشان كده هو بيقول لك كده. عايز حاجه ثاني؟ يقول لك ان الداتا ممكن تتكرر، ممكن اكتب لك هاي 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 هاي، صح ولا غلط؟ تتكرر عادي. هو عايز يقول لك كده. دي اول حاجه. طيب ثاني حاجه بقى، الميزه اللي مش هتلاقيها عند حد، داتا بيز ريال تايم. الداتا بيز ريال تايم دي معناها ايه؟ ان الداتا لما بتيجي تظهر سجلت بيانات جديده تلاقيها اوتوماتيك ظهرت. يعني وانا بتكلم انا وانت على الواتساب مع بعض، تمام؟ لما تبعت لي رساله بتظهر لي في وقتها، مش لازم ادخل واخرج. صح ولا غلط؟ الفيسبوك بتاخد وقت وبتعمل لها ريفرش، صح ولا غلط؟ فاهمني؟ تعمل ريفرش، تنزل تسحب كده عشان تعمل ايه؟ اللودنج. لو دخلت على سوق لازم تعمل ريفرش عشان الجديد يطلع. الواتساب ما فيهوش الحركه دي. الفيسبوك الماسنجر، الماسنجر عشان كده تلاقي هو بيقول لك شاتنج. الحركه دي عمرك ما هتلاقيها غير مع الشات. هو انا كل شويه بدخل واطلع عشان اشوف رسائل جديده ولا ذا سيم تايم في الوقت وانا شغال؟ هي دي اسمها داتا بيز ريال تايم. حاجه حلوه جدا 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 جدا. بس عيبه اقوى من ايه؟ من مميزاته بصراحه. معناه ان انا اسجل اثنين منتج بنفس السيريال كارثه بصراحه. معناه ان انا اسجل اثنين طلبه بنفس الاي دي كارثه. عشان كده الناس تقول لك لا ما اشتغلش فاير بيز. فاهم مقصدي؟ لا انا اشتغل فاير بيز، انا هسجل عليه ملفات. الميزه بقى انه فريق سريع جدا 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 قوي. حد بيحس وانت بتشيك بالبطء بس هو سريع ليه بقى؟ لا سيفت حلو جدا، ده جوجل حلو جدا ومور سكيور على فكره. سريع ليه؟ هو انت حضرتك لما تسجل طالب رقم خمسه وتيجي الطالب تسجل تاني، مش المفروض ممنوع تكرار الاي دي بتاع الطالب؟ حته ممنوع تكرار دي اسمها برايمري كي. عارف ده بيعمل ايه؟ لازم بيدور على كل الطلبه فيهم رقم ده؟ لا يبقى سجله. هو ده بياخد وقت. لما احب اسجل بيانات طالب في كليه معينه مش لازم اتشيك على الكليات الاول؟ هو ده بياخد وقت. عشان كده هو سريع. هو بقى ولا في برايمري كي ولا في فورين كي. تمام؟ ده اسمه الفاير بيز. هنحجز عليه سيرفر ونتعامل معاه، وازاي نتعامل معاه وازاي برضه نتعامل معاه بالداتا. هوريك ازاي نتعامل مع الداتا بعد كده. ازاي نتعامل مع الكيو ار كود؟ الكيو ار كود ماشي بثلاث مراحل. واحد، ازاي تعمل جنريت للكيو ار كود؟ ازاي تطلع كيو ار كود؟ يعني كده اعتقد حاطين هنا كيو ار كود على ايه؟ ازاي تطلع كيو ار كود؟ مش موجود غير دي. دي اسمه، ده اسمه باركود. الكيو ار كود اللي هو الايه؟ مربع ده. تمام؟ اللي هو زي واتساب ويب. ده ازاي نعمله؟ الكيو ار كود ماشي بثلاث مراحل. واحد، ازاي تطلع كيو ار كود؟ ازاي تقراه؟ تمام؟ في ناس يقول لك اصدق برنامج يقراه. لا، البرنامج بتاعك اللي يقراه انت اللي تعمله. وازاي لما يقراه يعمل ايه؟ ازاي لما يقراه يعمل ايه؟ ماليزيا من حوالي بالظبط اسبوعين، مش عارف عرفتوها سمعتوا عنها ولا لا، نزلت تسجيل حضور وانصراف الطلبه بالكيو ار كود. اللي هي الطالب يدخل المحاضره والدكتور يعرض الكيو ار كود اللي هو زي كده. ده الموقع على فكره فتحه. الدكتور هيدخل هيعرض لهم كيو ار كود على المحاضره. الطالب وقع في المحاضره يعمل كده بس على البروجيكتور كده، هو هيتسجل حضور. اللي بيحصل اللي بياخد رقم المحاضره وتتسجل في الداتا بتاعه الجامعه وتقارن مكانك بمكان مين؟ الجامعه، عشان ما حدش ايه من بره. ليه معناه حد من بره؟ ما انا ممكن اصور الكيو ار كود وابعته لزميلي اللي قاعد في الكافيتيريا وبيصور. خد بالك، لا بيقارن المكان بالمكان الجامعه. بعد كده يبدا يعمل ايه؟ يتسجل، يتسجل حضور ويتسجل سيريال نمبر بتاع الموبايل يتسجل. دي اسمها كيو ار كود. دي ماليزيا عملت الكلام ده، حلوه جدا. تمام؟ حركه حلوه جدا. طيب ازاي نتعامل معاها؟ بعد كده هناخد داتا بيز اسمها اس كيو لايت. ايه الاس كيو لايت دي؟ دي نوع من قاعده بيانات. اس كيو لايت عشان اعرف ان في ناس عارفه اسمها حاجه اسمها اس كيو ال.
ما حدش انطق اسمها اس كيو ال لايت، لا اس كيو لايت على طول. تلاقي الاس كيو ال دي اللي الداتابيز احنا خدناها ناخدها فوق، دي لغه قاعده بيانات. الاس كيو لايت دي بقى ايه؟ دي لغه قاعده بيانات بس على الموبايل مش على سيرفر. دي بنستخدمها في الابلكيشن البرايفت، بنستخدمها في الابلكيشن البرايفت، الحاجه اللي تخص على الموبايل. ايه الفرق ما بين لما تعمل داتابيز اللي فوق دي اللي هي ديزاين داتابيز دي، وقلنا هنعملها على ايه؟ على ايه؟ على سيرفر، صح ولا غلط؟ وايه الفرق بين اللي تحت؟ اللي فوق داتابيز عامه واللي تحت داتابيز خاصه. يعني ايه؟ هو حضرتك لما تخش تسطب اليوم السابع، تمام؟ اليوم السابع، واليوم السابع رفعت خبر، بيوصل لنا كلنا؟ اه ولا لا؟ اه. طب لما تضيف اسم كونتاكت عندك وضفت اسمي رقم تليفوني عندك بيتضاف عند الناس كلها؟ لا. هو ده الفرق. الاس كيو لايت داتابيز على الموبايل، على الموبايل وتخص الموبايل ده. الداتابيز اللي فوق سيرفر كلنا بنكونكت على كام داتابيز؟ واحده، وكلنا بناخد منها. اما الداتابيز دي حاجه خاصه على الموبايل ده، الاسم بتاعك والباسورد اللي على الموبايل، دي حاجه تخص. دي اقول لك زي ايه؟ زي كان في برنامج نازل اسمه مصاريفي، برنامج مصاريفي. هل مصاريفي زي مصاريفك؟ هل لما اقول انا صرفت على بنتي 5000 جنيه توصل لكل الناس؟ لا، صح ولا غلط؟ دي حاجه خاصه تخصني. يبقى الداتابيز خاصه على الموبايل مش كونكت. الابلكيشن ده بقى لما بتشتغل اس كيو بتعمل ايه؟ لما بشوي سطر الابلكيشن بيتبني له قاعده بيانات خاصه ليه. باشمهندس، باشمهندس احمد لما يسطب الابلكيشن بيتبني له قاعده بيانات خاصه ليه. باشمهندس، باشمهندس احمد يتبني له قاعده بيانات. كل واحد فيكم هيسطب الابلكيشن ده اللي معتمد على داتابيز اس كيو لايت، كل واحد هيتبني له قاعده بيانات ايه. اما السيرفر كلنا بنكونكت على سيرفر واحد، على داتابيز واحد. الفيسبوك اس كيو لايت ولا سيرفر؟ سيرفر طبعا. الواتساب الواتساب ده هما بيضحكوا عليه. الواتساب سيرفر. اقول لك ليه؟ انا لو فتحت صورتك تتفتح؟ حلو. صورتك دي عندي يبقى على سيرفر، تمام؟ لما الواتساب بيتشال وتعمل له باك اب مش تقدر ترجعه تاني، والرسائل بترجع تاني، يبقى على سيرفر. الاس كيو لايت داتابيز على الموبايل. عيبها ايه بقى؟ ان لو مسكت الابلكيشن ودلته كل ده طبعا. لما الابلكيشن، لما الموبايل تحب تغيره كل ده طبعا. زي الالكتروني كل ايه؟ زي المحافظه الالكترونيه بتاعت البيتكوين بالظبط موجوده. لما الابلكيشن يتمسح كل ده طبعا، لما الموبايل يضيع كل ده طبعا. بس في حاجه كنت اسمها اللي هي ده سيرفر. يبقى انت اتنقلت للحته الثانيه اسمها سيرفر، خد بالك. يبقى انت طالما اسمك ايه؟ طالما هشام، طالما يا هشام اتنقلت الحته بره يبقى انت خلاص سيرفر. اما طول ما انت على الموبايل دي بيسموها داتابيز اس كيو لايت. ازاي نتعامل معاها؟ ينفع ابلكيشن واحد في الاثنين؟ اه. دايما كان عندنا دكتور في الجامعه يقول لنا ايه؟ اي حاجه فيها كلمه ماي تعرف انها داتابيز اس كيو لايت. ماي اوردرز اس كيو لايت، ماي فيفوريت اس كيو لايت. عارف ساعات بيستخدموا اس كيو لايت في ايه؟ وبداوا ناس بدات تستخدم اس كيو لايت في ايه؟ لما تخش على الفيسبوك والنت قافل مش بيجيب لك اخر حاجات؟ فاستل هي على الموبايل. يعني الموبايل بتاعك عارف بتسجلها فين؟ في الكاش. لو دخلت على الفيسبوك هتلاقي الكاش بتزيد، الكاش عماله تزيد، خدت بالك؟ هو ده فكر الاس كيو لايت، ان الداتا بيز عندك على ايه؟ على الموبايل وعماله تسجل. دي بيستخدموها في الحاجات اللي ممكن اخلي ابلكيشن واحد يبقى فيه ايه؟ الاثنين. دي بيستخدموها مثلا انت طلبت اوردر من كنتاكي، تمام؟ طلب الاوردر وراح اوردر وراح لكنتاكي، كنتاكي غير امينه وراحت عملت ايه؟ مسحت الاوردر بتاعك. وانت اتكلمتهم، لا ما طلبش منك اوردر، يا عم انا طالب عندك، يقول لك لا. هم مسحوه. انت بايه الابلكيشن المحترم بتعمل ايه بقى؟ تتسجل نسخه عندهم ونسخه عندك على جهازك. هي لو اتمسحت من هناك انت معاك نسخه، فتقول لهم لا اهو الموبايل بتاعك. خدت بالك؟ دي اسمها اس كيو لايت. ان الداتا بيز على ايه؟ على الموبايل. عيبها ان لو الموبايل اتمسح، لو الداتا اتمسحت الابلكيشن اتمسح خلاص كل حاجه راحت. كان في مره عندنا في على مستوى الكومباوند عندنا كانت في واحده منزله على الجروب كاتبه بتقول ايه؟ يا جماعه انا عملت لكم برنامج بيسجل الحاله الصحيه بتاع الشخص والداتا برايفت ومستخدمه فيه اس كيو لايت. طبعا انا يعني انا عشان فاهم ففهمت يعني ايه. كانت عامله ايه؟ حضرتك تدخل النهارده عملت تحاليل،
تخش تصور التحاليل وتسجلها. لو قدر الله عملت عمليه تخش تصور العمليه وتقول انت حاطط فحوصاتها والدنيا. ليه؟ ساعات بعد 5 سنين الدكتور يقول لك انت فاكر عملت عمليه كذا؟ فاكر ايه اللي تم؟ فاكر الورق بتاعها؟ فنقول له لا ورق ايه؟ خلاص اتملم وخلص الصورات. لا الابلكيشن ده شامل ايه؟ شامل حالتك الصحيه من اول لاخر. ده برايفت ولا بابليك؟ حاجه برايفت. هو ده اسمه السكرت. ازاي نتعامل معاها برضه؟ داتا بيس برضه عاديه بس ليه جايه من كلمه لايت كلمه خفيف؟ حاجه برضه على فكره وانت شغال على الموبايل اوعى تنسى ان انت ليميتد ويدث وليميتد هايت وليميتد رام وليميتد ستورج. دايما خدها ببالك الا بقى لو اتنقلت على سيرفر. انت بقى اديتها فين؟ على السيرفر. كل ما هو الموبايل بس وسيله اتصال ما بين السيرفر وبينك. تمام؟ ازاي نتعامل مع الاس كولايت والكلام ده كله. بعد كده نعمل ايه؟ الادمن. حضرتك لما تطلب من كنتاكي الاوردر راح فين؟ لما تطلب من كنتاكي الاوردر راح فين؟ تطلبه ايه؟ راح لكنتاكي، راح للاداره، والاداره اللي بترد عليك. الاداره لازم تكون عندها ادمن بانل. الادمن بانل الاداره دي مش قاعده بالمحل في المحل صح؟ يعني موظف الموظفين تعب من 9 لحد الساعه كام؟ 5 5 صارت بذمتك في واحد قاعد موظف هيتابع اوردراته من على الموبايل من 9 ل 6؟ صعبه ولا سهله؟ صعبه جدا. صعبه جدا نتابع اوردراتنا على الموبايل. انا عايز ارد عليه بالراحه. غير احنا لما بنكتب رساله ايدينا بتيجي صباعنا بيجي على ايه؟ على حرفين بيكتبوا. فتخيل واحد قاعد شغله كده ممل. طب ايه اللي بيحصل؟ بنخش في الادمن بنعمله ويب. ويب بيج عن طريق فيجوال ستوديو حاجه اسمها اي سي دوت نت. الادمن عايز شاشه كبيره وكيبورد يقدر يكتب من خلالها. الادمن عايز كده. ازاي بقى انا اعمل ايه؟ حضرتك من الموبايل تبعت اوردر يجي لي على الادمن ارد عليه يجي لك على الموبايل. مين اللي ليه حق ان يخش يعدل اسعار المنتجات؟ الادمن. مش معقول هيخش يعدل من هنا، فانا بخليه يعدل منين؟ من شاشه ادمن كبيره. فاحنا هنربط ما بين الادمن ومين؟ والموبايل ابلكيشن عن طريق ماشي. هنبني بالاي اس دوت نت. مين المشترك ما بين صفحات الويب والموبايل ابلكيشن؟ برافو عليك، الداتا بيز. تمام؟ انت كصفحه ويب عدل في الداتا بيز والموبايل بياخد، فبياخد الجديد. هو ده المشترك. دايما بيتسال السؤال ده، يتقال لك هو انت ازاي بتربط ما بين ده وده؟ المشترك الداتا بيز. في الفيجوال ستوديو بنستخدم سي شارب ودوت نت. تمام؟ وهنا الجافا العاديه اللي احنا شغالين في الكورس بتاعنا. تمام؟ بعد كده بتخش عن تعمل ايه؟ بابلش بقى. بترفع الكلام ده على البلاي ستور. طبعا عشان ترفع بلاي ستور لازم تشتري مساحه ب 25 دولار مره واحده. على فكره مره واحده طول العمر بتعمل اكونت ب 25 دولار وترفع ملف في الاخر اسمه اي بي كي. الملف ده هو ده اللي بترفع على مين؟ على جوجل بلاي ستور وبيسطبوا الناس. طيب لو مش هترفع وبتوع مشاريع التخرج بنعمل ايه؟ انا عندي في الجامعه بخليهم الطلبه تبعت لي الملف ده على الفيسبوك واخش اسطبه واجرب شغلهم واوديهم التعليقات بتاعتهم. تمام؟ مش هخلي كل طالب يحجز ب 25 دولار. تمام؟ حرام. ايه؟ ما يجي يشتغل شغلك بس اثناء هو بيعمل تيست معايا اثناء الجامعه. لا ما خليش حد يشتغل. تمام؟ يبعت لي على الواتساب وانا اخش اسطب واسجل يبعت لي ملف. انت ازاي تعمل بابلش ده؟ وليه بعض الخطوات بتعمل اول حاجه لازم تدفع 25 دولار. بعد كده بتقعد تعمل خطوات تقعد ترفع ملف الاي بي كي وترفع ديسكريبشن للبرنامج وترفع صور الابلكيشن. بياخد من 24 ساعه ل 48 ساعه مراجعه. ليه؟ علشان طبعا بيتحققوا الابلكيشن ده مش سياسي ولا قانوني ولا اباحي. لازم يتحققوا من الثلاث حاجات دول. اي حاجه من دول هيترفض. فبيبدا يتراجع واول ما يتعمل ابروف يتحط على الايه؟ على البلاي ستور. ما بيظهرش في البلاي ستور غير بعد 1000 داونلود. ما بيظهرش في السيرش بتاع البلاي ستور غير بعد 1000. طب وال 1000 داونلود دولت مين اللي هيعملهم؟ زي اي مصري اصيل تمسك الابلكيشن تحمله وتصلي تمسحه. هم عايزين عشان اقعد انا احمله بالظبط وتقعد تمسحه وتحمله تمسحه. لا بس هم اكيد ليهم وجهه نظر ان الابلكيشن بدا يتفعل وبدا في ناس بتخش عليه مش ابلكيشن وخلاص. اللي هو انت عامل له دعايه مثلا. انت كده عملت له دعايه الناس تنزله برضه. يا اما تبعته على صفحه في فيسبوك وناس تدخل عليه. بس برضه ايه؟ يا اما لو عايز تنزل بسرعه امسحه. يعني عامل لي 1000 مره. ايه؟ بتكسب مني فلوس. انت عندك طريقين. الطريقه الاولى انك تكسب عن طريق الاعلانات جوجل ادس.
تمام. ودي لازم لما الابلكيشن يتشهر قوي. الطريقه الثانيه ان انت لو بتعمل ابلكيشن مثلا زي اوفر بتكسب من المحلات اللي بتحط عندك باول مره بتقول لهم انا هحط الدنيا فري عندك تمام. الفكره بعد ما الابلكيشن ينتشر وتلاقي المحلات دي جايه لها اوردرات عن طريق الابلكيشن بتاعك، لما تيجي تتكلم معاهم تقول لهم انا عايز 10% من نسبه من اي مونت اوردر هيجي لكم، ساعتها اقول لك خد. ليه؟ لما يلاقي في اليوم عندك 20 اوردر من الابلكيشن بتاعك هيستخسر فيك 10%، بس بتكسب بالحته دي. زي فيزيتا، فيزيتا اول ما نزل خلى الدكاتره تسجل فري وقال لهم فور فري. بعد كده لما لقى الناس عليه تمام فراح عمل ايه؟ فراح عمل الحركه دي، راح قال لك لا انا هاخد من نسبه الكشف 5% وعملها وبدا ياخد من. بس فيزيتا فيه خطا فظيع بصراحه وحش جدا. فيزيتا انا دخلت سجلت ان انا دكتور طبيب وطبيب اطفال وكتبت عنوان شقتي وتسجل وتوافق وتعرض. كارثه كارثه. عارف يعني ان انا اكتب اقول ان انا دكتور واكتب عنوان ويجي لي؟ لا. احنا بنعمل ابلكيشن دلوقتي اسمه اكشن ان شاء الله ناويين ننزله. الابلكيشن ده فكرته ايه؟ مسجلين وكل حاجه. فكرته ايه؟ ان ما ينفعش اي دكتور يسجل غير لما يدخل رقم العضويه وخلي النقابه هي اللي تقبله. بعد النقابه اونلاين بقى ولا مش هستنى عشان الموضوع ده مشروع التخرج بتاعي مين حاجه على كده؟ عايز تعمل ايه؟ يقرا على السيستم بتاع الفيزياء. يقرا على السيستم بتاع الفيزياء ازاي؟ ما انا قلت لسه هعمل سيستم لمين؟ للنقابه. هتكونكت على الداتا بيس بتاعه الموبايل ابلكيشن اللي بيكونكت اللي الدكاتره بتسجل عليه. اكتف ادمن يعني على بالظبط. النقابه ملهاش غير ابروف. بخلي الاكونت بتاع الدكتور الاكتيفيشن بتاعه نال فاضيه. اول لما الاكتيفيشن نال او نو يبقى الاكونت بتاعه لسه ايه؟ ما خدش موافقه. بخش الاداره تخش بتعدل عمليه الموافقه بتعمل تشيك بس او رفض بس. الفكره كلها ان انا بعمل ادمن للنقابه وموبايل ابلكيشن للدكاتره. الداتا بيس بتبقى على السيرفر. فانا بخلي النقابه تخش على مين؟ على السيرفر بتاع الدكتور. على السيرفر الداتا بيس بتاع الدكاتره لا عندهم لا عندهم لا. ما هم لما اتفقنا معاهم قال لك هناخد من نسبه هناخد نسبه من الحكم. ما هو ماشي النقابه نفسها النقابه هتاخد نسبه تمام. هنزود ايه في الابلكيشن ده؟ بص يا جماعه الموبايل ابلكيشن حلو جدا بس هي عايزه فكره. الواتساب كان فكره. جوميا وسوق كان فكره. السوق اللي بيتباع ب 7 مليار جنيه 7 مليار دولار لامازون كان فكره. فكره سهله جدا على فكره. في ابلكيشن كان فيه اسمها قناه سي بي سي كانت لميس الحديدي بتجيب يوم الاربع تمام. احنا ما بنحبهاش بس بستنى البرنامج ده. البرنامج ده كان بيجيب ناس بافكار تمام. في فكره ابلكيشن حتى نازله عندكم في الكليه اسمها طابور. فكره الابلكيشن ده طابور بتعمل ايه؟ حضرتك تدخل طبعا كلنا بنخش بنوك صح؟ بتخش الزفت البنك الاهلي بتقعدوا قد ايه؟ بنك مصر ده 3 ساعات اقل وقت. لا انت تخش هتلاقي البنوك. تخش على بنك مصر تلاقي الفروع على الماب وقرا الفرع. تخش على الفرع يطلع لك ايه؟ العمليات. عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل سحب. تقول انا عايز احجز رقم. يقول لك رقمك 17. تيجي في رينج الساعه 2 وربع تلاقي الموبايل يرن عليك يقول لك عندك ميعاد 7. تروح على المعلم. دي فكره اسمها فكره الطابور. فكره حلوه جدا. حد يعملها على المكان حد يعملها على المكان مش هتقف. لا انت بتحجز دور وانت بقى فكره ابلكيشن تحفه. خدت بالك؟ انا والدي مدير بنك. عارف لما سمعنا الفكره دي كنا قاعد بتعب معاه. يقول لي ايه؟ العميل بيكلفنا من 70 ل 100 جنيه وقوفه في البنك. اقول له ليه يا بابا ازاي؟ قال لي عارف الكولدير الميه بيتحاسبوا عليه. عارف السجاده اللي بيمشي عليها بيحصل لها استهلاك. عارف الكراسي اللي بيقعد عليها بيحصل لها استهلاك. شوفوا حسبوها ايه؟ قال لي الكهرباء. قال لي بنلاقي الصاله بتاعت القاعه بتاعت البنك مليانه. قال لي فكره ابلكيشن تحفه والله العظيم ثلاثه. انا عملتها في شهر وخلصانه بس مين اللي تعامل لي يا اخويا؟ خدت بالك؟ في الناس فكرهم مش كده. البنوك مش كده خالص يعني. الحكومه كلها مش كده. ففكره الابلكيشن حلوه جدا. اكشف ده هندخل فيه لو انت هتعمل حاجه زي كده تخص النقابه و ما احنا هنقعد هتسجيل موافقه عندنا عاملينها قبل كده. بوريك فكرتها يعني. لا مش مضبوط حاجه جاهزه بس كان انا برفض طالب يجي يجي لي واخد مشروع جاهز بسقطه. انا ممنوع عندي ان انا اشوف حد عامل حاجه جاهزه. هبنساله من ايه تو زد في المشروع تمام. هعلمك عليها واقول لك تعمل ازاي. طيب فكره اكش دي بنعمل ايه؟ احنا عايزين نجذب المواطنين يسجلوا عندنا. ففكره اكشف بتقول لك ايه؟ طبعا احنا عاملينها بس
سياسة معينة شوية. دلوقتي لو لا قدر الله حد حصل له حادثة، ودي على فكرة طلبناها من شريك اللي في السيستم، مراته عملت حادثة، مراته لما عملت حادثة هي عندها مشكلة في من السخونة. السخونة دي طبعا أي حد بيسخن بيديله إيه؟ أو الأسبوسيد أو الكلام ده كله، صح ولا غلط؟ عارف هي لو خدت حقنة أسبوسيد يحصل لها إيه؟ تموت فيها. تموت. تطب ساكتة فيها. المهم ما حصل لها حادثة في مرة من المرات. واتنقلت المستشفى وراح الدكتور قاس لقاها نسبه حراره ايه، فاول حاجه هيديها قول الاسبوسيد اللي هو ما يعرفهاش، خدت بالك؟ وسخ واتبر بقى كان اسمه حاجه كده برس تمول. انت دكتور برس تمول حاجه هي الحقنه دي، هي دي اسبوسيد واتبر مش عارف، انت راجل صيدلي. يقوم الحقنه دي لو في مرض يقول لك ضدها تموت فيها، مش عارف انهي مرض. المهم ايه، وراح وصل في الوقت المناسب، راح قال له دكتور ده عندها كذا كذا كذا، راح رمى الحقنة. لو كان خدت الحقنة دي كانت ماتت، نتيجة ان الدكتور ما يعرفش حالتها، راح قال لك هنعمل ايه؟ الابلكيشن اول ما يتشال الناس كلها تخش تعمل بروفايل لنفسها. تمام. على السيستم. تمام؟ الدكتور في المستشفى يعرف ازاي؟ سبق ما احنا هنعمل سيستم ونوزعه على مين؟ على المستشفيات. اي مستشفى السيستم ده يكون في الطوارئ، اي حادثة تجي لك اكتب رقم التليفون او رقم بطاقة الشخص. يجيب لك ايه؟ تليفون المرض. حالته كلها. قبل ما يدخل عمليات ويدخل حاجه يبقى انت فاهم ايه. من مصلحتي ومن مصلحتك ان اسجل على السيستم. طب نصيحه بقى ضد تضرب لك ده كله، بس نصيحه حقيقيه. اي حد عنده اي حساسيه لاي دواء دواء او عنده مرض خطير يكتب الكلام ده في ورقه في المحفظه. طب وليه؟ المحفظه بتقع. لان ممكن الموبايل ده بيسرقوها. ممكن الموبايل ده يطير في الحادثه. ده بيسرقوها. طب الموبايل ده ماشي تبقى حاله استثنائيه. يا باش مهندس يا باش مهندس، ده وانا ماشي على الساحل الشمالي اقسم بالله عربيه عامله حادثه وميتين فيها وبيسرقوها. اللي اتنشرت من كام يوم وفي الصيف اللي فات، اقسم بالله كنت يومها معدي، اقسم بالله وشايفين العربيه وسرقوها وثلاثه ميتين فيها حرامي، تخيل وثلاثه ميتين فيها والحراميه دخلوا يسرقوا الميتين قدامهم وبيسرقوا العربيه، كانت عربيه مرسيدس. الكلام ده مش جديد يعني. فهي من خمس سنين في السعوديه كان مندوب يبيع موبايلات سامسونج، العربيه وقعت في جرف التحسين يعني. نزلوا يا اخي يشيلوا موبايلات وسابوا الراجل كان لسه عايش في الروح ودي عهدته وهيدفعها من جيب. المهم هي في الاخر بتعمل ببلش. المهم لما تيجي تفكر فكره ابلكيشن لازم تكون جديده، في ابلكيشن في افكار جديده كتير جدا جدا جدا، زي فكره طابوري، زي فكره تسجيل حضور وانصراف بالكيو ار كود، انت ممكن تدفع عندك تمام، يسجل حضور وانصراف، يسجل مواد بالكيو ار كود، كل ماده يبقى لها الكيو ار كود بتاعها، مش لازم يكتب رقم الماده اللي عندك. ففكره الابلكيشن كلها اوبر وكريم كانت فكره، خدت بالك، وفكره سهله جدا عايز اقول لك وتتطبق، بس فكره واتعملت واتنشرت. الموبايل ابلكيشن هو عايز فكره الاول تبدا تشتغل، ده اللي احنا هنشتغل عليه. ممكن تعمل فكره من الابلكيشن بتاعك ايه، دخل اسمه ده رقم الكونت، هو اكيد لما اخد فلوس هيسيب رقم الكونت طبعا، فتدخل رقم الكونت وتجيب له كل البيانات. احنا عاملينها بالرقم الكونت ورقم التليفون، عاملينها بالاثنين دول. فالدكتور دخل وهيكون في سيستمز المستشفيات ومراكز الطبيه في خدمات الطوارئ السيستم ده، ومربوط بالداتابيز دي، يدخل بس ده يسيرش. طبعا من مصلحته ومن مصلحتك ان اسجل على ابلكيشن وحد ضامن ماشي عمره وماشي في الطريق، ممكن يحصل له اي حاجه، بس المشكله لما يوصل هناك بقى عنده ايه. في ناس بقى عندها حاله طبيه معينه، واحد بيبقى عنده القلب وداخل يعمل عمليه وهم ما يعرفوش، نتيجه ان هم فكرهم عايزين ينقذوه، خدت بالك؟ فدي فكره ايه. المهم لما تيجي تختار فكره ابلكيشن تختار فكره جديده، ويا ريت تكون خاصه بمجال شغلك. كان معايا تيم من فودافون كنا عاملين سيستم من فودافون، كان معايا تيم من البنك الاهلي كانوا عاملين كده، كان معايا تيم من السي اي بي فعملوا سيستم يناسب السعر. فلما انت في وانت هنا يا ريت لما تيجي تختار فكره مشروع باستثناء بتوع مشاريع التخرج يعملوا فكره تخص شغلهم، فكره صيدله. صيدله انا بالنسبه لي انا جاي خاطر على حاجه الاداره بتاعتي، اداره تفتيش. ايوه هنتكلم في كل الكلام ده، تراخيص ومعاينات وتفتيش. هنتكلم في كل الكلام ده تمام. ده فكره ده الكورس بتاعنا، وعرفت في الاخر اللي هيتاخد فيه وهيوصلك فيه، هيوصلك انك تبني ابلكيشن زي فيزيتا زي اطلب، وعايز تعمله زي اوبر وكريم هيعلمك حاجه زي كده. فهمتوا الدنيا فين؟ في اي مشكله؟ شرفت بيكم. الاسبوع الجاي المره الجايه مفيش، لا ده مفيش ليه؟ في كورس المره الجايه هيبقى استاذ فؤاد ما لكمش. طب كويس، المره الجايه اللي هو امتى؟ الاربع الجاي مش هينفع فيه، في كورس هيخلص فاحنا ماجلينه النهارده نجيبكم. تمام، خدنا اوفر فيو على الدنيا.
فهي الكورس الاربع جاي هيتاجل وهنجيني السبت باذنك يا رب. تمام شعب الصفات ما لكمش ازاي. تمام شرفت بيكم ويا ريت بقى ايه. طيب قبل ما تمشوا معلش بعد اذنك تروح البيت النهارده تخش على جوجل عقبال ما تقابلني يوم الاربعاء. تمام او السبت ان شاء الله هتكتب لي داونلود اندرويد ستوديو هتخش على اول لينك هيجي لك. تمام الكلام ده متسجل فيديو. تمام حد هتلاقيه اخر فيرجن والله العظيم من يومين كان 3.2 شوف النهارده 3.2.1 كمان اسبوع هتلاقي 3.2.2 الاندرويد دايما بيحدث نفسه. هتعمل داونلود هيتسطب هينزل الاول وتعمل ايه انستول نيكست 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 فينش هيخش على حاجه اسمها اس دي كي. اس دي كي اختصار سوفت وير ديفلوبمنت كيت. لازم يكون في نت قبل ما تدوس فينش. لازم يكون في نت قبل ما تدوس فينش. بعد ما تدوس فينش هيقعد من 3 ل 4 ساعات 5 ساعات ممكن 6 ساعات يعمل دي يسطب الاس دي كي. الاندرويد اتسطب. الاندرويد بدون الاس دي كي حته حديده. شفت كل اللي انا شرحته موجود في الاس دي كي. اي الجوجل ماب موجود في الاس دي كي. التعامل مع الكاميرا وكده موجود في الاس دي كي. فاي حاجه لازم الاس دي كي الاول يكون ايه نزل. الاس دي كي بينزل من على النت. تمام ولازم يكون في نت. هيقعد من ساعتين لثلاث اربع ساعات ده الرينج بتاعه. لو النت وحش ساعات بيقعد نص يوم. تمام وتسيبه بالليل طول الليل ويسطب وتسيبه يسطب. تمام ما تاخدش اندرويد من حد نزله من هنا. تمام نصيحه من الايكا ايه علشان الاس دي كي مختلف من جهاز لجهاز. انت نزل اخر تحديث من الاس دي كي على من ايه من الانترنت. نزل الفيرجن ده وبعد ما ينزل سطبه عادي نيكست نيكست نيكست. في ضغطه الفينش لازم تتاكد ان ايه في نت هيسطب الاس دي كي. هتلاقي لودنج كده اسمه داونلود كومبوننت هيقعد يسطب وتسيبه شويه. اتفضلي يا استاذه. يفضل بس يفضل مع العلم اللي هيشتغل علينا 3.0 اساسا. انت عندك ايه؟ مش فاكره بس هو كان عندي من قد ايه؟ من شهر تقريبا. من شهر يبقى 3.0 او 2.3 حلو مش وحش. ممكن تخش تعمل له ابديت. هتلاقي من قائمه هيلب تخش هتلاقي شيك فور ابديت وتعمل ابديت بس وينزل الجديد. تمام في اي مشكله؟ تشرفنا بسيادتكم ان شاء الله يكون كورس كويس. نتقابل يوم السبت. حد بقى استنى يا جماعه بس